يعني انت جاي معايا اساسا وفي نيتك تفركش الحكايه من اساسه صح؟ وما صدقت بقى سمعت الكلمتين دول قمت جاري على السلم. خلي عقل يا ابني، ما تعقل ابنك يا كريم. يا عقل ايه بقى؟ وانا عمال اخرف قدامك عشان تقول لها عقل ايه؟ شوف كل حاجه الدلع فيها ماشي الا دي. بقول لك ايه بقى، ما تعصبنيش انت كل شويه تقول لي كده. يا ابني افهمني، ده ابوها كان واقف مبلول قدام صالح، احط ايدي في ايد واحد مشبوه زي ده ليه؟ بلاش انا. اما يجي لك الاسم وتطرقع له ساعتها هتقول عليه ايه؟ اخو مراتك ولا هتعمل ايه بالظبط؟ هقولها لك للمره الالف يابا، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده لبنى وبس، والواد اخوها ده انا مش هدخله بيتي اساسا. طب اشوف مين؟ اهلا. ايه يا جماعه صوتكم؟ ايه يابا هو كل حاجه؟ لا لا ما تجوزوا البنت. انت يا بنت اللي مطلعك من عند امي، وايه اللي بيحشرك في اللي مالكيش فيه؟ يلا غوري. مش ماشي، ده اخويا لازم اقف جنبه. انا جنبك يا عاصم، ومحدش هيتجوز ابنك غيرك، ولو ما وافقوش انا جايه معاك. امشي يا بنت انزلي تحت، مش ناقصين وجع دماغ. انت ايه اللي حشك في كل ده؟ يتجوزها يرميها ورا ظهره، غرضك ايه بالظبط؟ اخويا هو انا ليا 100 اخ؟ ده هو حيله واحد، وبعدين مش معقول نحرمه من اللي اختارها قلبه. ما طنط يا واد قول حاجه. امنت بيك يا رب. كانت فين حنيتك دي على اخوك يا حبيبتي قبل كده؟ كانت مطرح ما كانت يا طنط. وديني لو ما نزلتوا معاه بكره بعد صلاه الظهر تخطبوها له، لا هولع فيكم كلكم. انت بتهدديني يا بنت؟ امشي يا بنت غور عند امك، امشي. مش هغور. وانا ليا صرفه معاكوا بعد كده. رايك ايه في اللي سمعته ده يا شرشابي؟ رايي في ايه يا ام النون؟ بكره الصبح يابا هنروح للطفي نلبس دبل ونقرا فاتحه، وانا دلوقتي هكلم لبنى نروح اي محل نجيب فيه دبلتين، والكلام بقى اللي انت سمعته ده عشان خاطري اكنه ما حصلش. ماشي. طب موال صالح ده يا عم ونركنه على جنب، مالناش دعوه بيه. هي هتعمل معاه ايه؟ هتلبسها الدبل غصب عنها كربشات؟ ايه المنطق ده يا عم؟ بنت عماله تسوف تقول لك بعدين اصل الامتحانات. افهم بقى. بقول لك ايه يابا، كلبشات اساور القصه دي بقى قصتي انا، سيبني اخلصها يا اخي. خلص يا خم، شوف هتخلص ازاي. ما بالراحه على الواد يا شرشي. الله. ايه لبنى، عايز اقول لك كلمتين يا اخويا عنا احنا. ثانيه واحده. ننوس عن امك. انا نازل المعرض. الحمد لله. اما تخلصوا الموال ده بقولوا لي. مع السلامه. ايه لبنى، انا لازم اشوفك دلوقتي. ايوه. ايه اللي انت بتقوله ده يا عاصم؟ يعني بعد كل اللي اتقال برضه ولسه؟ يا سيدي انا عارفه انت هتقول ايه وبوفر عليك. انا شخصيا ما عنديش استعداد انزل اقابلك ازاي بس في الظروف دي؟ انت مش شايف البيت عامل ازاي؟ يا سيدي صالح خايف في 60 ده هيسافر بره مصر، وسابنا بتنايلين في المصيبه دي اللي احنا مش عارفين هنعمل فيها ايه اساسا. اتفضل سامعاك. يعني برضه اكني بكلم نفسي. ماشي يا عاصم. طب بس هروح اشوف بابا واطمن عليه واكلمك تاني. خليك بقى جنب التليفون. سلام. يا لبنى. مش ممكن عزن. يا لبنى. انا وهي بابا. ايه يا حبيبتي؟ سايبيني قاعد لوحدي ليه؟ انا حاسس انها مش كويس على فكره. خمس دقايق والدواء يشتغل وتبقى زي الفل. اهم حاجه بقى انا عايزاك تنسى الموضوع اللي حصل بره ده خالص. عاملها ازاي دي بس؟ قولي لي عاملها ازاي؟ حاسس ان سمعتنا بقت في الطين في الشارع كله. ومين اللي كان بيتكلم في التليفون؟ عاصم. ايه؟ عايز ايه تاني بعد اللي عمله هو وابوه؟ عايز يقابلني بره. وانا بعد اذنك هروح اقابله عشان اخلص الموضوع ده خالص. ازاي يا لبنى تقابليه؟ تقابليه لوحدك وفين؟ هقابله في اي مكان بره، ما هو الراجل بتاعنا سابنا وهرب. ما قداميش حل تاني يا بابا. طيب يا حبيبتي طيب. بس ما تاخريش. حاضر. عشان خاطري. هقابله في اي مكان مكشوف. نص ساعة مش هتأخر. طيب. وحشتيني. ميرسي. ميرسي ايه؟ بقول لك وحشتيني. هي المزيكا مأثرة عليك ولا ايه؟ لا يا رب. انت اللي مأثرة في ايه؟ انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اتغير علشان اي حد. انت مش طبيعي النهارده. ما بلاش اعمل لك اختبار واستفزك عشان صوتك يعلى بقى ويبان طبعك الحقيقي.
كل حاجة تتغير مع الوقت يا لبنى. انت عارفة بقى طبيعة شغلي، فيه شوية عنف وخشونة وبلطجية وسكر. سيبك بقى من الكلام ده، ما تيجي بعد ما نتعشى كده نلف على المحلات وننهي أحلى دبلتين في مصر. ساعات بحس إن أنا معرفكش خالص، إن أنا محتاجة وقت طويل قوي علشان أعرفك كلك كده قبل ما أقدر أقرر بقى إذا كنا هنعمل الحاجة اللي أنت لسه قايل عليها دي ولا لأ. الحكاية أسهل من كده بكتير، شك الدبوس زي ما بيقولوا، بس أنت افتحي قلبك. هي دي قلبي اللي أنا مش عارفة له باب من شباك ده. بص يا عاصم، المشكلة إن أنا لاغية قلبي من القصة أصلاً وبفكر بعقلي بس. ما هي دي المشكلة، أنت في سكة العقل وأنا في سكة القلب، نتقابل إزاي؟ بقول لك افتحي قلبك. فتحته يا سيدي. في حد تاني؟ تبقي مترددة. طب أقول لك حاجة مرة سمعتها في فيلم، خدي اللي يحبك ما تاخديش اللي تحبيه. يبقى أنت عارف إن أنا مش بحبك وموافق؟ لا، ده معناه إن لو كان في حد في حياتك وأنتوا مش متفقين اجتماعيا فكريا بلاش تاخديه، بعدي عنه. أنت فكرت في كلامي ليك آخر مرة لما قابلتك، لما قلت لك تفكر في مشاعرك ناحيتي؟ فكرت، حسيت ان انا ما ينفعش اعيش من غيرك، بس واضح ان انا ما بجيش في دماغك خالص ولا بفكر فيك ولا في غيرك. ليه يا لبنى؟ مش عارفه يا عاصم، مش عارفه. لو هتبقي سعيده معاه روحي له فورا، سيبك مني. هو مين ده اللي مانعك تفكري فيا؟ بس الشيء الوحيد اللي عايزك تعرفيه اني فعلا بحبك. يا قاسي بص في عيني وشوف ايه انكتب فيها. يا قاسي بص في عيني وشوف ايه انكتب فيها. الله يخرب بيتك، انت جبت الرقم من هنا يا بت؟ وهي دي شغلانة اهو، جبته وخلاص. الغاب القط تلعب يا فار ولا ايه النظام؟ ايوه، اصل القط بتاعي والقط بتاعك خدوا بعض وراحوا على الخن بتاعهم. اموت اعرف بتجيب الكلام ده منين. تموت ده ايه يا واد؟ ده انا لو ملك الموت دخل عليا وقال لي اختاري هختارك انت واروح معاه. الله، طب ما انت بتعرفي تقولي كلام حلو اهو يا عسله. يا مسهل يا رب، اهي بدات تندع اهي. قصار يا حنينه، الراجل اللي قاعد معايا زمانه جاي. يا اخويا لو جالك ابعته يجيب لك مفك من اليابان. قول بقى انا طالبك عشان اسمعك. هو انا راديو يا بنت؟ حلوه الاغنيه اللي جنبك دي. لا 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 لا، اغنيه ايه بقى؟ ما تاخدينيش في دوكا. انا عايزك تفهميني الاول، ده التليفون مخزن قنديل وموجود على الفاتوره او على المحل، لكن انت بقى عرفت ازاي ان انا هنا ودلوقتي؟ ما تركز معايا شويه، مش كده؟ وحشتني يا ولد يا جامد. هو انت شويه ده، انا الود ودي احطك في منديل واطبقه كده وارميه في عبي لعمر كله. طب مش خايفه يا بت لحسن اتشقى هناك وانت مش قد شقاوتي؟ يا اخويا تنيل، ما كانت قدامك الشقاوة وعملتلي فيها الشيخ عاشور. الشيخ عاشور مين يا بت؟ واحد ما تعرفوش بيبيع فرط الرمان. يبقى انها كده فرطت. زيزو حبيبتك اتخطبت النهاردة. لبنى، وهو انت فيه في قلبك غيرها؟ عاصم خد ابويا النهاردة وراح يخطبوها. الو، انت رحت فين؟ للدرجة دي قلبك فط وراح وراه؟ ايه، انت قلتيها حكمة مالكش نصيب فيها. انا عارفة اني جرحت، بس معلش هصالحك. لبنى وعم لطفي ما وافقوش على الخطوبة، بس بيني وبينك النهاردة او بكرة ممكن يوافقوا. زيزو عشان خاطري انساها. انساها وافتكرك انت يا سناء. يا اخويا انساها انت بس الاول وسيب الباقي عليا. ايه رأيك؟
بكره نتقابل في الشقه. نتقابل يا سناء، بس بلاش في الشقه يعني، خليها في الهوا. ماشي ماشي، انا كفايه عليا اني اشوفك وخلاص. تصبح على خير. طب بالله ريقي كلمه حلوه علشان انام واحلم بيها للصبح. مربى. ماشي يا عسل، بس ورحمه ابوك عبد الرحيم ما تفكرش فيها الليله دي. حاضر يا ست، ورحمه ابويا لا افضل افكر فيها طول الليل. تحتي. سلام بقى. زعلانة برضو بتعيطي؟ بحبك، بحبك يا ولد خالي. بالك كتير انا اقدر اموت، مش عايزة حاجة تاني من الدنيا. هتعيش يا اشجان عشان انا كمان اعرف اعيش. الدنيا من غيرك ما تسواش. بالك انا هيقول لي ايه؟ ايه؟ عويلي بلاده هنا يا ولدي، هيبقى عويلي بلاد الناس. الله يرحمه كان طول عمره ما يحبليش الخير، وطول عمره كان مكسر مجاديف. طب انت شفت ابوك؟ الدور اللي بقى عليا ما شفتوش خالص. الله يرحمه مات قبل ما تولد بثلاث شهور. طول عمره كان غاوي فقر، وساب للفقر وراثه. زعل هم مع قلبك يا اخوي. ان شاء الله بكره هتبقى حلوه والظبط وتبقى زي الفل وتقول جعور قلي. وان ما حصلش انا هنعمل ايه؟ الايام كلها شبه بعضها. امبارح زي النهارده وبكره زي بعده. عاجبك قعدتنا دهيت على باب البلديه نهول المعلمين الحجر بتاعهم؟ لا طبعا ما عجبنيش، بس هنعمل ايه؟ قالوا للجمل ظمر، قالوا لنا شفايفي مضمومه ولا صوابعي مبرومه. ولا احنا واحنا يا مولاي كما خلقتني، لا معانا شهادة ولا معانا صنع. كنا هنشتغل ايه يعني؟ دكاترة ولا نشتغل مهندسين؟ عارف انا بيعجبني قوي الواد زيزو، ايده فيها عبقرية كده يا اخي، ما تعرفش ازاي يمد ايده على الحتة يصلحها في ثواني، ايده تتلف في دهب. الله بالحق يا شيخ، هو واخد كتكام كده في العملية دي؟ ألوفات يا اخويا، ألوفات، ربنا يبارك له. عارف الألوفات اللي عملها ديت في شهر نفضل احنا نشتغل فيها طول سنين عمرنا وما نعملش منها ربع؟ فهلوي فهلوي سيسو ده من يومه وهو فهلوي. وعايز اقول لك ليله فهلوته دي ما كانش الراجل اللي هو ده كسب قرش ولا مليم احمر حتى.
ايوه على رايك، بس احنا اخويا لازم نشوف لنا حل. ما نفضلش قاعدين كده. هنعمل ايه يعني؟ ادينا مستنيين لحد ما ربنا يعدلها. هنفضل مستنيين لغايه ما ربنا يعدلها برضه. لازم نجتهد نعمل اي حاجه نشوف مصلحتنا يا جدع. قول يا رب. يا رب. بقى انديلا يا عيل اللي مقصر في المعيله، تتفق على فرح بنتك سميه وانا ما احضرش قعده الرجاله؟ ده كلام؟ طب ايه رايك بقى؟ انا هروح للبنت البيت اعصيها عليك وابوظ لك الجوازه دي. لا يا حبيبي يا شرشابي، انا ما صدقت انها توافق على العريس، وبعدين انت اكتر واحد عارف البنت دي متدلعه اخر دلع. الله ما تتدلعش ليه؟ مش الحيله وجت بعد شوقه. الا جت بعد شوقه. يا سلام يا شرشابي، ده انا كنت هموت على ان اجيب بنت، وانا ما عشتش الا بعد البنت دي ما جت. طب ايه رايك بقى؟ فرح البنت دي عندي ولازم شارع ابو عزيز يحكي ويضحك عليه. ايه انت ما تعرفش عايزه ايه؟ انا عايزه زي بتوع السيما تقول لك عايزه لوكاندا خمس نجمات. يعني ما نقلب لها شارع عبد العزيز ده 16 نجم، ونعمل فرح بقى وهات يا رأس بالبلدي من 8 لغايه الصبح. والحكومه يا شيرش؟ حكومة ايه؟ احنا من امتى الحكومة بتعرضنا في اي حاجة؟ هنقول لهم وهيقولوا طيب. اللي قول لي، والعريس بتاعها ده بيشتغل ايه؟ بيقولوا هندسة بترول. يعني مقرش يعني؟ منيش انا مقرش ولا مش مقرش، هندسة بترول جاز سبرتو مش مشكلتي. انا مشكلتي ابوه اكبر تاجر خرده ببورسعيد، انا وانت نشتغل صبيان عنده. يا بنت المحظوظه، وقعت على العريس ده ازاي؟ وانا شايف ايه؟ يلا بالهداوه بس عندي لنا. يا شافعي قوم وكسر الشر يا اخوي، قوم. ده المعلم الشرشابي والمعلم جنديل من بدري عم ينادوا عليك. مش قايم، مش قايم متعصبني. انت شايف عمال يشتم طول الليل والنهار ازاي؟ مع الناس يا عم صغيرين كده يا عم، خلاص بقى. والله انت باين عليك ما عايز تجيبها البر وعايز تخرب بيتك بايدك. قوم يا راجل، ده انت عندك عيال. قوم. اللهم طولك يا روح، ما تشوف اخر خدمه الغز ايه؟ ادينا قايمه اهو. قوم ربنا يسهل لك. لا حول ولا قوه الا بالله. امر يا معلم، تحت امرك. الله، امتى بترد على سيدك يالا؟ انا سيدي اكل عيشي وشغلتي في المخزن، مش مربطون هنا. استنى، انت ازاي ترد على معلمك بالطريقه دي يالا؟ استنى يا شرشاب، استنى. حلو قوي النغمه الجديده اللي انا بسمعها دي، قولها لي تاني كده عشان تطربني. بصراحه يا معلم احنا كبرنا على المرمطه، كل وقت وله اداني. ايوه كل وقت وله اداني، ادي بقى انا عايز اسمعها. شفت لك معلم تاني هتسرح وراه؟ قولها لي. لو مشيت من هنا اعمل في حسابك، ما انتش راجعها تاني ابدا. وروح بقى شوف هتاكل عيالك منين. ربنا هو اللي بيرزق عيالي، انما مرمطه وقله قيمه مش هسمح لك تاني يا معلم. ايه؟ شاف شرشبي؟ انت ازاي تتكلم مع معلمك كده يالا؟ غور دلوقتي، غور من قدامه، امشي. ماشي عشان خاطرك يا معلم. غور في داهية. خلاص يا منديل، هدي بس. ده كلام ده؟ معلش. شفا الله يخليكي. ما قلتليش بقى قعدتوا المدة دي كلها ترقوا في ايه؟ اهو كلام. يا بيه ما تضحكيش على ابوك اللي بيحبك ومدلعك طول عمرك. ايه؟ طلع بيحبك بجد؟ مش مجرد لعبه وشطان فيها؟ المره دي هو شكله فعلا متغير، حد تاني، بس انا حاسه انه تغير كده مؤقت يعني، عشان هو عارف ان انا اصلا رافضاه. يعني بيتمسكر لحد ما يتمكن. مش عارفه، بس مش ده عاصم العنيد الرزل اللي فاكر انه لو مد ايده كده اي حاجه هيطولها. طب عاصم لا، في حد تاني؟ حد تاني مين يعني؟ تنسيتي؟ مازن مثلا؟ الوعد هيقف جنب منك في قضيتك، وانت كمان وعدتي انك هتفكري فيه؟ ده حاجه تانيه خالص بقى. عامل كده زي عاصم بس على ابنه دكتور وصيدلاني مشهور. اللي زي مازن ده ما يحرمش نفسه من حاجه وظروفه مساعداه، وانا بصراحه يعني بخاف من الناس دي، مش زينا، هما من حته واحنا من حته تانيه خالص. ايه المانع؟ انت بكره ان شاء الله تخرج من الكليه وتبقى
تحافظي على تقديرك وتتعيني في الكليه وساعتها رص السما. افتكرش. عارف انت مين اكتر واحده تنفع لمازن؟ مروه صاحبتي اللي جت هنا هي ولمي. ام عربيه؟ ايوه ام عربيه دي هي شبهه، يمكن عشان كده ما فكرش فيها، عامله زي الفاكهه اللي بيلاقيها حواليه طول الوقت. بس يا رب يا رب تعرف كده وتريحنا وتريح نفسها. طب عاصم لا ومازن لا، في ايه تاني؟ خلاص مفيش بقى. زيزو مثلا؟ ايه سكت ليه؟ مفيش يعني مفيش اسرار خالص كده تبقى لي يعني مينفعش. بص هقولك على حاجة، انا هوفر عليك الشرح والكلام. ابوكي ما اتولدش كده راجل عجوز ومدهول، لا انا وانا صغير كنت شقي جدا. وانا ملاحظ ان كنتوا مهتمين ببعض، بس صدقيني يا بنتي في النهاية يا ترى ينفع ولا ما ينفعش؟ والله العظيم ينفع لو الناس بس سابونا في حالنا. هينفع يا بابا. طب ايه يا حبيبتي هتعيطي ليه؟ بص اقولك على حاجة، احنا ناخد فرصة نفكر وأوعدك إن احنا نتكلم تاني، موافقة؟ والعمل هذا بكره. العمل العبادة يا عم شبر. أنا عارف يا جدع، أنا بكلمك على البضاعة اللي هتضيع مننا، والواد حاطط إيده في مية ساعة ومش هنعرف نتصرف وهنفضل ماشيين كده على طول. وديك شايف الراجل اللي احنا شغالين معاه سايق فيها الشرف. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي نقضيها مع الواد اللي اسمه وليد؟ لا التاني ده. وجلابيه بيضا ده الشيوعي؟ الشروعي ده اياد؟ اياد. ما ينفعش الحكومه رابطه رجله في فتله وكل يوم والتاني تاخده على السجن وتحبسه شهرين وتطلعه. طب احنا نروح زيزو؟ زيزو يمكن تدق معاه. ايه اللي حصل لك يا بكره؟ السيجاره دي جامده قوي يا شمر. اهو اديك قلتها، عايز تسيب توزيع البني وانا اسيب الحريه والسرمحه ونروح نشتغل في ورشة زيزو وناخد باريزة في ال في اليوم؟ اهو مش هينفع. انت ايه سرحت مني ولا ايه؟ جنب الاثنين دول ولا ما تتفهاش دلوقتي يا اخويا. ايوه جنب دول. عادل باشا اهلا شبرو وبكر. بتشمشموا بقى على ايه السعادة؟ والله يا باشا سعادتك لما بنشوفك بنحس ان الدنيا لسه لسه بخير. لسه بخير. نفسي اشوفكم مرة ما انتوش مساطيل. قول لي انت وهو. ايوه يا باشا. فين المخزن بتاع عندي البارود؟ قدام يا باشا اول ما مر على اليمين. خلاص خلاص صدى صوت. انا فهمت ايه؟ واحد كده واحد كده. خلاص. هو سعادتك لو مؤاخذه في حاجه، كل ما بشوفك بلاقيك راكب بوكس. انت عايز نركب ايه؟ المره الجايه ان شاء الله هتلاقيني راكب بوكس. اهو كده غيرت يا باشا. اه. يلا حبيبي خف الخطوه انت وهو. يلا. يلا. عوازر عادل باشا. يلا يا ابني. ايه الموضوع ده باين فيه ايه ده؟ بس اعمل ايه؟ ها سناء،
اطلع صحاب بسرعه، قولوا له كلم المعلم قديم. ايوه قولوا له البوليس كبس على المكسب بتاعك، بس انا في حد بلغ. فهمتي حاجه؟ الله يخرب بيت امك، هو ده وقته؟ تلحقوني ما تلحقونيش. ولا عزيز قوم يا ما تستعبطش، قوم. فيها يا باشا؟ فيها يا باشا؟ يا ما انتش عارف في ايه؟ سيادتك الضاعة اللي ضرب يا باشا، بقالكوا شهر بتضربوا في الضاعة هنا. ها؟ الضاعة دي يا مؤاخذة، خدوه. يلا 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 قدام يا باشا. طب اعرف فيها يا باشا؟ بس يلا اسمع تعرف. ماشي استغفر الله العظيم. انت خليك هنا رمضان لغاية ما نبرد المغزى يا باشا. اكيد في حاجة غلط يا باشا. ده بلاغ يا برم، انزل وانت ساكت. وربنا بلاغ كايد يا باشا، وبكره تقول لي سؤال. قلت لك انزل وانت ساكت. انا عبد المأمور يا باشا. طب ندي خبر لصاحب المطرح، طيب يشوف مصرفه في اللي يحصل ده. كل هيجي يا حبيبي الاسم وهيتسال في المحضر. انزل. طب هو البلاغ يا باشا بيقول بطل لمضه بقى، بطل غلبه في المايسترو. اسمع تعرف. يلا يلا 18 جنيه سيبك في الفرش يا اخي. السفوبة طلعت شمال الشمال ولا ايه؟ يا جدع تفهم من بقك، ربنا ما يجعلنا من اهل الشمال. شبره خد الواد اللي ما بيفوقش ده وتوريني خطوتك، نحطكوا في البوكس معاه. يلا روح يا بكر المعلم قنديل، قول له ان المخزن بتاعك بقى تحت الحراسة وان زيزو ما عادش يشتغل عندك غفير تاني. طب يا اسطى ما تخبصت بعينيك، انا نبيه فهمت السين. الله يخرب بيتك. طب ايه يا زيزو، اروح للحاجة اقول لها انك خلف الاسوار وتجيب سمك مالي وبابا غنون؟ ايه يا زيزو هما واخدينه على فين؟ هو بابا غندود ده قاعد ايه؟ يلا يلا يا عم يلا يا قنديل اصحى واسمعني. الحكومة كبست على مخزنك وخدوا الواد زيزو. ايوه بنت بنت صحت من نومها وقالت الخبر المنيل ده، بتقول يا تلحقوه يا بتلحقوش. والله ما حد عملها غير الواد اللي انت طرقعت له وبهدلتنا ده قدامه. ايه؟ وانت بيجيب مهرجان البلاوي؟ اطلب بقى زيدان الدوري يقول له بعد ما رجحناه في الانتخابات يعمل حاجه، وفي نفس الوقت بسرعه بسرعه تلحق الواد زيزو بدل ما يعك في الكلام وودينا في 60 داهيه. منور يا زيزو، انت وقعت ولا الهوا اللي رماك علينا؟ ما انت اللي هتفسر لي المنام ده يا عم مفتيحه. خير اللهم اجعله خير. مين اللي بلغ؟ العصفوره. انت مش راجع الا لما تلبس قضيه وتبقى من المشبوهين. فلا الله ولا فالك. شافعي طيب؟ لا شافعي ولا مالكي. البلاغ جه في التليفون ومرضيش يقول اسمه، وعلى فكره انت ما ارشدتش عن صاحبك هتلبس القضيه لوحدك، ودول هيرموك بقى على اول ناصيه ويقولوا احنا ما نعرفوش. افتح. تمام يا باشا. خرج لي زيزو على طول كده يا باشا. وانا ورايا حاجه غيره؟ امرك يا باشا. طب يا باشا ما ترسينا على العباره وانا لابس سداده يعني تحت امرك. خلاص يا زيزو ما تشوف حكايتك ايه. اقفل الباب يا ابني بتاع الحادث. ما انا قلت لك بتضربوا بضاعه في المخزن وبتبوعها على انها سليمه. يا باشا ده كلام يعقل برضه؟ وليه ما يعقلش؟ وانت مش صنايعي كهربائي زي ما انا عارف؟ ما انا يا باشا مش حرام ان انا ابقى صنايعي كهربائي. هو لا مؤاخذه الحاج قنديل ده بيشتغل في ايه؟ بيشتغل في الاجهزه المنزليه. حلو الكلام. يبقى لما يجي يضرب اجهزه منزليه يضربها في مخزنه. يلزمه لا مؤاخذه يعني حته مكن يعني يا باشا، ورشه، مصنع صغنن، شويه اجهزه، قطع غيار كده يعني. اه ما انت خبير في ضرب الاجهزه وعارف ايه اللي لزمها. انا يا باشا وانا لو كنت خبير كان ده بقى حالي يا باشا. انا اخري اصلح فيشه سخان بايظه، تسجيل عربيه، شيسوار كده يعني. انما موضوع ضرب الغسالات ده انا ما معلموش ولا ليا خبره فيه. يعني انت ما بتغيرش كارتات الغسالات المضروبه ها؟ وبتبيعوها على انها سليمه؟ غسالات مضروبه ايه يا باشا بس؟ صفقه الغسالات اللي جابها قنديل من شهر وانت بتصلحها يا زيزو.
صفقة غسالات حتة واحدة. طب لنفرض يا باشا ان في صفقة وانا بصلحها، وسيادتك لمؤاخذة دخلت المخزن وفتشته شبر شبر، كان المفروض مثلا تلاقي ايه؟ سبع حتت مفروطين على الارض، وما بينهم كده شوية عدة، قطع غيار. انما سيادتك لقيت ايه؟ لقيت يا باشا؟ ها؟ لقيت شوية كراتين. عموما المخزن متأمن عليه وهيتجرد كويس قوي، والمستخبي هيبان. وانا معاك للاخر يا باشا. بس انا يا باشا وش وحش على الراجل كده وهيتشاق. ده انا لسه شغال عنده من اسبوع يا باشا، والله العظيم يا باشا لو اداني السكه وكرشني ما هزعل. ايوه خير. عايزاكي تسمعيني دقيقه واحده بس وهمشي على طول. اتفضلي اثربيني. صبرك عليا يا دكتوره، انا جايالك بس عشان تفهمي ان انا مستحيل اسيب اخوكي يضيعني ويختفي، واذا بقى ما كانش ناوي ان هو يصلح غلطته معايا فانا هبلغ عنه واقدر اعمل ده كويس، لاني ماسكه عليه دليل يجيبه من بره زاحف. دليل ايه بقى ان شاء الله؟ ده بقى اللي هتعرفيه لما يقاس منه خالص ويجيب اخره معايا، والدليل ده بقى بالذات مستحيل ان ينكره، وساعتها بس يا دكتورة هتعرفي ان اخوكي مش اشرف مني بكتير زي ما انتي فاهمة. وكمان مستعدة تقدمي دليل على عملتك السودة دي ومش خايفة من الفضيحة؟ انتي ايه يا شيخ؟ الله، ما تروح تطلعي في نفسك احسن. العملة دي يا دكتورة انا ما عملتهاش لوحدي، ولو اني عارفة كويس ان انتي مستحيل انك هتغلطي اخوكي، بس انا هحاول معاه بالمعروف وهأجل الدليل اللي معايا، ما جاش وصلح غلطته يبقى عليا وعلى اعدائي. ولما بقى تطلعي الدليل اللي معاكي ويبان للناس كلها ان انتي وهو زباله وتستاهلوا الحرق، هتستفيدي ايه؟ ها؟ هترجعي تاني يعني بنت شريفه؟ ما افتكرش. انا يا دكتوره اللي يهمني في الموضوع ده كله اخوكي. ما تنسيش لما يبقى يتصل بيكوا من بره ابقي فهميني ان انا مش هسكت وهرفع قضيه، وكمان هجيبه من بره يبوس رجلي. مش بس كده، انا كمان لو عايزه اجيب تليفونه وتليفون الشركه اللي بيشتغل فيها، واروح كمان للراجل اللي باع له التاشيره واحكي له واقول له على كل حاجه. مين عارف جاي ساعتها يدوا لاخوكي علاوه بره. من الاخر كده يا دكتوره فهمين ان انا يا قاتل يا مقتول، عشان انا تقريبا حامل. نايمة ليه يا أشكان؟ أنا قلقانة مرت خالي. أصل الفلوس اللي مديها لي عبد العزيز مطيرة النوم من عيني. واللي قلقانة دي تخش تاخد دش في نص الليل وتقعد عادتك دي؟ قولي لي فيكي إيه يا بت؟ فهميني. قلت أتسبح مية سخنة يمكن يلطشني النوم. مش عايزة حاجة قبل ما أنام؟ لا، عايزاكي تنام عشان بكرة هننزل نزور الحسين وهنشتري شوية حاجات وإحنا راجعين. نزور الحسين صح يا مرت خالي؟ ايوه صح، يمكن بركاته تحل عليكي وتهدي ويهدى لك بال. لا بقى يا عادل بيه، قنديل البارودي ده راجل مية مية وطول عمره ماشي زي القلب. انا عاتب عليك يا باشا، لو كنت صحيتني كنت جبت لك اللي انت بتدور عليه. ما تاخذنيش يا حاج قنديل، ده شغلي ولازم اقوم بيه. طبعا يا باشا. ادخل. مساء الفل يا عادل باشا. اهلا 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 يا عادل باشا. اهلا يا حاج. اهلا يا باشا. ازيك يا حاج قنديل؟ ازيك يا عادل باشا؟ اهلا يا معلم باشا. اتفضل سعادتك. اتفضل. الله يخليك، شكرا. ايه الخطوه العزيزه ديت؟ الله يخليك. امرني يا باشا. مفيش يا سيدي، الحكايه باختصار، في ولد كان بيشتغل عند الحاج قنديل، والحاج قنديل واضح ان هو طرده فحب ينتقم بالطريقه الساذجه دي. انا هبعته لك بكره احكي لك القصه من اولها كده، بس امان عليك اديله قلمين عشان يتربى. موجود عندي يا باشا. ثانيه واحده. ايوه يا ابني، ابعت لي عبد العزيز من الحجز.
هو البلاغ ده طلع بيه امر نيابه؟ اه طبعا يا فندم. تحب اوريه لسعادتك؟ لا 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 توريه لي انت، الراجل بتاعنا هنا عيب كده يا باشا. على فكره يا باشا، عادل بيه راجل خدوم جدا وعمره ما رد لنا طلب. بص لو انت شكيت في اي حاجه انا عايزك تكمل اجراءاتك عادي جدا، احنا خدامين القانون والشرعيه انت عارف. لا لا يا فندم الحقيقه انا فتشت المخزن ما لقيتش اي حاجه تدل على البلاغ. الواد ده غلبان جدا يا باشا، انا لما طردته عمل اللي عمله ده. وعلى فكره الحاج قنديل ناوي يسامحه ويرجعه تاني الشغل. ادخل يا عزيز. انت بقى الواد الغفيل اللي كان هيروح في الرجلين؟ ما تجيش يا باشا طول ما معاليك موجود وعادل بيه. الواد يا بكاش تصدق ان انا كنت هخش انام واطنشك. فداك يا باشا. بقولكوا يا جماعه كلكوا كده برابطه المعلم معزومين على فرح بنتي. الف مبروك. الف مبروك. هنام لي ساعتين بعد اذنكم. ما هو بدري يا باشا مش هتفتش حاجه. شكرا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه يا باشا. مبروك مقدما. سلام يا باشا. سلام يا باشا. مع السلامه يا باشا. نفخهم القرش ومعليهم الغرور. امتى بقى؟ الو يا بت، تنام ولا صحي؟ طب انا عايز اتكلم معاكي. يلا خلصي. جوه هو نام في عضنا بعض يا واطيه. يلا اعملي كوبايه شاي لحد ما اجيلك. ها يلا سلام. هو في ايه؟ قصه حب مع كوبايه الشاي ولا ايه؟ خلصينا. هعمل لك ايه؟ ما انا من ساعه ما قعدت ونفسي اجابه على السؤال اللي انا قلته. ايه بقى هو؟ يا دي الليل عليا وعلى اللي جابني من بدري. انت لحقت نسيت؟ ايه يا اخويا؟ هي لبنى لحست مخك؟ ترى يا بنت ما تلمي نفسك ولا هو ممشي واسيبك ولا ايه؟ خلاص هلم هفكرك يا واد. مش انا سالتك قلت لك لما كنت معاها في المطعم حسيت بايه؟ في حد في حياتها اتربكت، اتغيرت، نفسها في البرتقال وخايفه من قشره كده يعني. نيلي فوزير السنه دي ان شاء الله ولا ايه؟ مش عارف اقول لك ايه والله، يعني حاسس ان هي مثلا خايفه تقول كلام يتاخد عليها، متردده، خايفه، مش عارف. ايه سكتي ليه؟ عشان كلامك مايع ماسخ كده وملوش طعم. بقول لك ايه، انت لو هتفضل مدهول معاها كده. بقول لك ايه، انت باين عليك هتاكلي علقه النهارده. بص بقى، انا عايزاك تنسى خالص انك ظابط وتركز مع كلامي وتنفذه زي ما بقوله بالظبط. انت بكره الجمعه اللي هو النهارده يعني هتطلبها بالتليفون وترخي معاها في اي حاجه، قول لها مثلا ان انتوا عايزين تنزلوا تشتروا الدبل، اي كلام. هتعرف منها انها قاعده في البيت. ومين هيكون معاها في البيت؟ ابوها. ما هو جمعه واجازه، تقوم رايح لهم وتطب عليهم ومعاك في ايديك دستتين جاتوه. عايزاك في القعده دي تاكلهم كده، تدردش معاهم بقى في اي حاجه، في اي هزار، في اي نكته، في السياسه، في الكوره كده يعني. المهم تاكلهم عشان اول ما تنزل من هنا يبتدوا يقنعوا في بعض من هنا. المهم ما تجيبش سيره صالح على لسانك ابدا. الله، ايه اشمعنى؟ لو انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه يا بنت العفاريت، انت عرفتي دي ازاي؟ اللي هي ايه طيب؟ استبيش عليا وجاوب يا بنت. اصلك ما تعرفش يعني ايه واحده عايشه في فراغ ووحده. اسمع لي كلمه من هنا، اشوف لي منظر كده واركب بقى فوق بعض واعيش. انت فاهم حاجه؟ اروح اعمل اراجوز يعني عشان يحبوني ولا ايه؟ لا انت رايح مخصوص بكره علشان ما تخليهاش تكرمش منك. الله يخرب بيتك يا بت، انت بتجيبي الكلام ده منين؟ تكش يعني، ومكسبك الوحيد من المشوار ده انك تكسب ارضيه عندها،
وخصوصا ان عقلها مشغول بالقضيه بتاعتها. قضيه ايه انت؟ ايه القطاره اللي انت بتكلميني بيها دي؟ ما تخلصي. والله فكره. فكره ايه يا بنت؟ الاحسن انا اقوم واسيبك. خلصي بقى. استنى بس، دي كان عندها مشكله في الكليه بتاعتها، انا مش عارفاها كويس، بس هو في عندها حاجه في الكليه. اشمعنى دي بقى اللي ما جبتيش قرارها؟ الوليه اللي بتغسل لهم فمين كانت لمحت لي كده بشويه كلام، فانا عايزاك بكره وانت في القعده عندهم تفرد عضلاتك وتفرد صدرك وتقدم لهم كل الخدمات اللي ممكن تقدمها. ليه؟ علشان هم تلاقيهم عمالين يتكلموا فيك انت والواد التاني. بخرب بيتك يا بت. يعني انت متاكده ان في حد في حياتها كده؟ لا، الاجازه دي مش هتنفع. ايه هو اللي مش هينفع؟ بص بقى، ما هو انت لازم تكسب قلب ابوها وقلبها في القعده دي، علشان اول ما تنزل من هنا يقعدوا يقنعوا في بعض من هنا. وليك عليا الاجازه الجايه تلبسوا الدبل ونطرقع الزغاريط في الشارع كله. يلا ايدك على الحلاوه. يلا يا بنت، ما بقى في حاجه اساسا. يا حاج لطفي، حاج لطفي، عايز ايه يا شرشاف؟ على فين العزم كده؟ نعم، رايح فين؟ رايح فين ايه؟ النهارده الجمعه والخطيب هو قدام منك بيخطب وصوته ملعلع، صوته بح من كتر، هكون رايح فين؟ نسيمه؟ هي صوته البح دي عجباني قوي، بس انا بصراحه ما بفهمش كل كلامه عشان بيقولوا بالنحو. انا كنت عايزك في موضوع كده لغايه ما يقيموا الصلاه. بقول لك ايه؟ اهدى بقى كده، لو متوضي تعالى تعالى صلي معايا. ما انا هاجي اصلي، بس اسمعني. ليه اللي اسمها احسان بتاع الموضوع بتاع صالح ابن جديد هتعمل روشه وبيني وبينك؟ يعني لو طلبت شهادتي انا مش هكذب، هضطر اقول الحقيقه. وبعدين انت بقى تحاول تلم كده اللي اتكسر ده وتصلحه، ولو ان ده ما بتصلحش، لكن نعمل ايه؟ يا شرشابي. نعم. ده وقت الكلام ده؟ ده موضوع نتكلم فيه دلوقتي؟ ايوه، ما انا عايز اقول لك اهو، فكر في موضوع المكتبه والفلوس اللي هديها لك، هيبقى سر بيني وبينك وهديك احلى ساعه. فكر بس ازاي نلم الدور وتدي الوليه حقها وتلم الحكايه بدل الفضايح. انت تتضايق لو فضلت واقف كده وانا دخلت صلي الجمعه؟ تتضايق يعني في حاجه؟ لا، اجري اخطف السبحه واجي لك، هحصلك على طول. طيب، اخطف السبحه واجي. استنى بس. الله علي النعم، انت عمده ومدير امن. اتفضل يا معلم. عمده ومدير امن؟ انا مش هسيبك دلوقتي يا معلم غير لما تفصل بيني وبين اخوي، وانت عمدة شارع عبد العزيز وكلامك يمشي على رجبيني. وانا فضيلك يالا ولا هفضي وافضي ورا الجري للقرش؟ يبقى نقصر كده يا معلم ونلم اللي انكسر، وملناش بركه غيرك واحنا خدامينك يا معلم. انا وش شافعي يالا؟ حد ضحك عليك ولا حاجه؟ انا جاي عشان خاطر جايب لك الشافعي معايا يا معلم، عشان خاطر حضرتك كبيرنا هنا في الشارع. شافعي؟ تعالى يا شافعي خش. سيدي المعلمين الكبير، ان كل واحد يعمل راسه كده عشان يوافق على انه يعني يرضى عنه ولا حاجه. انا تربيتك يا معلم. لو كتاب الله ما عرفت ربه، ولا ربيته عمل لي حساب، ولا عمل حتى لنفسه حساب. بتلومني انا حاج والناس اللي عملوا صاحبك؟ انت قاعد ناوي تسوق الهبل ولا ايه؟ انت بقالك كام سنه يالا معانا هنا في شارع عبد العزيز؟ عمري بحاله يا معلم. واللي يخون العشرة بقى والناس اللي مربيهم ومعاشرهم وروح يبلغ عنهم في نصاص الليالي في الإساءة يبقى إيه؟ خيانة مين يا معلم؟ وسام مين؟ أنا مش فاهم حاجة والله يا معلم. ما تطلعش زرابين يالا، قر بخيانتك بدل ما أخش أجيب المسدس أفرغه كله فيه. ده أنا جايلك عشان تكبر بخاطري وتصالحنا على المعلم بتاعي، عشان يبقى العين أكل عيش معاك يا معلم. أنا راجل عبرك وخنتك يا معلم. انت بتقول ايه؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه من بيت يا معلم اللي انا طفحان علشان الدم. لا عمري خنت ولا عمري عملت حاجه. ده انا طول عمري ماشي يا معلم في الكتف، ماشي عشان اكل لقمه العيش اللي باكل بيها عيالي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كده يا معلم. حسبي الله ونعم الوكيل. يحرم عليا الشغل في شارع عبد العزيز كله يا معلم. انا رايح اصلي وادع على اللي عمل فيا كده. زي ما يكون كلامه بجد. وراه ده جعوه. انا بس ده رايح يصلي الظهر يا معلم. الله، وانت عن حالف ما تخش الجامع ولا ايه؟ روح يالا. بكرو معاك سيجاره؟ لا بعيش. معاك انت ولاعه؟ اهلا الاختين الحلوين. يا عم زيزو، احنا هنفضل نشحتك
هنتلمع عليك زي الزيتونة المبلولة في طبق زيت ولا ايه؟ زيتونة مبلولة زيت محطوطة في طبق صيني، واتنين اغبياء عايزين يصطادوها بشوكة. ماشي يا عمنا، ادينا رمينا الشوكة والسكينة، ممكن نهدى بقى ونعكشك عشان نقعد نفضفض شوية؟ موضة عايز ارتاح بقى. اللي هتقوله عارفه يا شرف، وقلت لك لا. يلا بقى عشان الحق الأكلة اللي عاملاها أمي. سمك مقلي ورز احمر انما يستاهل بخوكو. ايه يا عم زيزو، هي الحاجه ما بتعملش غير سمك مقلي ورز احمر ولا ايه يا عمنا؟ ماشي يا عمنا، محلاها مع بصلتين بالخل والليمون وطبق زيت، ممكن ناكلهم بقى مع بعضينا، بس عايزين نهدى بقى ونتكلم حبتين مع بعضينا يا عم. طب احنا هنفضل نشوف كده؟ انا تعبت بقى، عايز اريح. ما انا كمان تعبت، وانا عارف انا بلف ليه ولا على رجلك لاقش الحقن انا. طب انت بتزعل انا ليه يا شبرو؟ انا بزعلك ليه؟ انت بتهددني انا ولا ايه؟ هجيب عليك يا شبرو. هتجيب عليا يا باكو؟ والعيش والمال والصحوبيه اللي بيننا يا باكو. طب احنا بنلف ليه طيب؟ مش عارف يا جدع. يا ولاد المجانين، اديني وقفت اهو. ماشي، كفرها يا معلم. ارغوا بيت بقى اللي بلغ على مين؟ يا ابن المجنونه بقى، مين اللي بلغ عنك؟ اه غيره. بكلمك جد يا زيزو، سبوبه انديل دي شمال الشمال وفي السليم المعوج يا اسطى. البره دي انت طلعت بدها، البره الجايه ايه؟ ايه؟ قول له يا عم فك الجمل لسانك وقول لاخواتك وفضفض، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض. بس العيش والملح له اصول، اولها ترد على اللي اتقال، وتاني حاجه تسلم البضاعه اللي قفشت مهراها. بيقول لك البضاعه اللي ايه؟ سمعت يا عم الراديو، وضح يا عم زيزو لان كلامك مش حلو على ودني اليمين. يبقى حلو يا اخويا على ودنك الشمال. احنا مش قلنا قبل كده نفتح الورشه ونقول يا هادي؟ مش قلنا نجيب مونة ونقفل ونبيع، واللي يطلع لنا نسدد منه ايجار الورشه والباقي ناسم؟ ولا صهين واجيب مرعي؟ اديك قلتها، مونة وايجار والباقي هنجيب بيه يا زيزو؟ سمك مقلي ورز احمر؟ يا جدع ساقي عليك النبي، افهم عليا زي ما انا بفهم عليك، وطقطق ودانك وسقسق معايا بقى. انا عارف اللي هتقوله يا شبر، وقلت لا، عشان السكه دي اخرتها معروفه، مؤبد ونطلع منه على عكازين. ما تقول حاجه يا عم الصدى. اخرتها مؤبد ونطلع بدها على عكازين. يا دي الصدى بتاعي مش بتاعه هو. يا عم ما تخليك معانا بقى انت، بالاخر كده الشغلانه دي بلبل. بلبل يبقى حلزه. توصيله حشيش، وقبل ما تفتح بقك هقول لك فولتها، وهكون صريح معاك اكتر من امي. هي امك موجوده؟ الله يرحم الجميع، هي في البلد ليه؟ في حاجه؟ عايز اعرف مين اللي خلفتك النصحه دي وبتصدقك. الله يرحم الجميع، يا عم احنا كنا ناويين ناخدك طعم، نبعتك تتمسك الحكومه تتلاقي فيك. لكن انت عملت مع ابني الصح، ومش بس كده، دخلتني بيتك وكان عيش وملح مع بعض، وانا رديتها لك في اخوك وسلكته من قضيه في السليم المعوج يا اسطى. الدور والباقي بقى ان انت ترد الجميل وتتوصى شويه، ومش بس كده، كمان الناس بتثق فيا وهيدوني البضاعه لحد ما نسلك نعدي نبيع. انا عايز افهم بقى، من ابن الكلب الغاب اللي بيثق فيك ده وبيدي لك بضاعه كده على الابيض؟ مين بقى؟ تحب اديك العنوان واروح انا؟ يا جدع الموضوع مش محتاج لراس مال، ولا هنبقى تجار صنف، ده احنا هنقب على وش الدنيا، والناس هتمشي تشاور علينا وتقول هم دول السنتو ابو حسامالين عكاوي. عارف يعني ايه العكاوي؟ يا جدع اسمعني بقى. اديني سمعتك اهو يا معلم شبرو، البضاعه دي يا اخويا سناره، اللي هيقرب منها هيشبك، وبدل ما تقب تغرق. بقول له كده والبص. اسكت ياد بدل ما غوتك يا عم زيزو، انت جاي تحرق دمي وتعلي كفتازين في دماغي يا جدع. انا بقول لك الموضوع مش محتاج تحويشه العمر ولا شقه السنين ولا السكه اللي انت ماشي فيها، هنقب على وش الدنيا. مش مصدقني؟ اكتب لك على حيطان ان احنا هنتوب يا جدع. يا عم غور ونفذ بعيد عن دماغي، وان خلصت يا عم في المصلحه هشتري منك البضاعه وقت. صدق بالله ان انت عايز تسوي، لازم اعلم عليك. الله وضع طويل. بقفل الورشه واسيب المفتاح في اي حته. شبرو شبرو، هو زيزو لسه ما جاش يا بكرم؟ عاصم باشا، صباح جديد لان. اتفضل يا سعاده الراي، المعرض نور كله. اتفضل يا راي. كرسي جوه، خش شوف شغلك عطيه. اخلص. حاضر يا سعاده الباشا، امرني. واضح انك كنت بعيد قوي عن التليفون. الله، مين معايا؟ انت نسيتي صوتي ولا ايه؟
طب بس خلاص خلاص. انا بقى يا ستي لو فتحت شباك البلكونه كده وبصيتي على معرض الشرشابي الاجهزه المنزليه هتلاقي واحد غلبان قاعد مكان الحاج مستني جولييت تحن عليه وتبص له. اه عامل فيها روميو بقى. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل شويه كده؟ طب حتى يعني اتمشى بالعربيه يعني بالبلد كده. الله ماله، انا كان لسه شايف الصبح في الصاله كان كويس. طب هيجي امتى؟ يعني مش هينفع ننزل النهارده. ماشي ماشي يا ست روبنا هانم، طلبات لك اوامر يا باشا. سلام سلام. عطية أمرني يا سعادة الباشا. يا صباح الفل يا باشا، خيرك مغرقني يا سعادة. مغرق الباشا. ايه اسمع، دول تبعت حد يجيب احلى دستتين جاتوه في البلد. انا يا سعادة الباشا تشوف حد بيفهم كده عشان يجيب حاجة نظيفة. اقول لك تروح انت. اروح انا يا سعادة الباشا؟ يلا. من احلى محلات جاتوه في مصر كلها سعادة الباشا. أمرني يا باشا. سلام عليكم. عطية. ايوه يا باشا. احسن دستتين جاتو قهوة. انا يا عم مستني يا باشا المحلات كلها. اخلص. السلام عليكم. ما نشوف قلوبنا. اجعل علينا يا رب. منور يا بركة حبيبي الغالي. بقول لك ايه يا علي، اؤمري يا ست البنات، هات لي من اللي بيشربوا الاستاذ ده. بس يبقى متلج. من عينيا يا قمر، ولو ان في الاحسن. الله يا علي ما تسيبني براحتي. تأمر يا قمر. الا قول لي، مش انت برضو تبقى صاحب صالح؟ اه. وانت يا هلا مظبوط؟ تعجبني فيك ذكاوتك يا كيمو. حبيبتي. شكرا. قول لي بقى، انت ما سافرتش زيه ليه؟ ده جاب التاشيره يا ابني في يومين اتنين بس. فين بس الفلوس اللي جيت بيها التاشيره؟ دي بسيطه، انا ممكن اكلم لك صاحب المكتب، اصله معرفه ابويا. ما انا برضو اللي اتصلت بيه ووصيته علشان يسافر صالح بسرعه. مش حكايه بسرعه، المهم الفلوس دي كمان مقدور عليها. انت كده كده هتدفع جزء في الاول والباقي هتبقى تدفعه هو، هيتخصم يعني من مرتبك. ما هو صالح برضو مسافر كده يا ابني. ازاي بقى؟ ده قايل ان هو دفع كاش. ضحك عليك، اسالني انا، اصل صالح اسراره كلها معايا. الا قول لي، انت تعرف مكان المكتب ولا لا؟ اه انا اعرف، بس اللي رحت مع صالح مرتين استعجل التاشيره. حلو. انا بقى لما ابويا يبقى يكلمني من هناك هبقى اخليه يكلم صاحبه ده، وساعتها هتيجي معايا المكتب على انك ابن خالي زي ما اتفقنا بالتقسيط. ده انت كده ربنا بعتك ليه؟ اصل انت ما تعرفش صالح وغلاوته عندي وكمان اصحابه. سلام بقى. اتفضل يا علي. حبيبتي. حلو زي الفل. ما تخلي قمر. سلام. سلام يا جميل. سلام يا عيني. شفت دي؟ شفت ايه؟ اه ده كده بقى بداية اللبس يا بركة. ادينا هنشوف في الاخر. سلام يا علي. سلام يا حبيبي. يا بنت اللذيذة يا مبتدية، ده لسه الحكاية ما بردتش. حاج جني قول لي مين يا شرشابي؟ مش عارف. قول لي انت مين يا قنديل، انا مخي هيشد. اكيد واحد هم براسه فوق ومش همه من اي حاجة وداخل في وسط الالغام. علام. ليه؟ علام ما هو مرضي وزي الفل، وبعدين يعرف مكان الكرتات من ايه؟ يبقى اللي عمل كده واحد من جوه الحكايه، فاهم ايه الموضوع بالظبط؟ هو واحد راسي على جيبه وحطها، لم العده والكرتات والغسالات وخلص كل ده قبل البوليس ما يجي، عشان يجي ما الاقيش اي حاجه موجوده. بس الشخص ده موجود. زيزو. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. حرما يا مولانا. جمعا يا زيزو، تعالى اتفضل. كمان نظفت المخروبة. مش خايف يا رب عفاريت الإعلام تهرب منك وتسيبك لوحدك مبحلق في السماء؟ ما انا مولع لهم بخور اهو عشان ما يهربوش. انا برضك لما شفتك خارج من صلاة الجمعة ما صدقتش عينيا. مش كده احسن برضو؟ واحسن. سبحان الله، يعني
من الشوايه والمعتقلات للجلابيه والطاقيه. انت ناقص تتقل دقنك دي شويه وتبقى مولانا رسمي. المهم ما تسكن اليه الروح ويطمئن له القلب. صلى على النبي العب. تصدق وتؤمن بالله انا جاي اسمع الكلمتين دول وامشي. انا قررت يا صاحبي اغير من حياتي كلها. وماله؟ ايدي على كتفك. انا قررت اللي عاوزه مدي ايدي واخده وبدون تردد. لا حاسب كده تبقى حرامي رسمي وتدور عدتك دي لمؤاخذه يعني شمال. حتى السجاير والحشيش بطلتهم. ماشي بس انا يعني مش فاهم يعني ايه اللي تعوزه تاخده دي. انا عشت حياتي كلها متامل، كل حاجه فكرت فيها وبصيت لها من 100 زاويه، كاني واخد تفويض اشتغل مراقب عن الحياه. حلو البق بس ده يعني لمؤاخذه يعني خليك تفهم الحياه اكتر وتتعامل. بالعكس لما تفهم كل حاجه ونقضها بتلاقي نفسك واقف وسط دايره مشدود من كل ناحيه، وفجاه تمر السنين وتلاقي اللي ما كانش فاهم ده سبقك وانت لسه واقف تفكر. ربيت دماغك. دي مش دماغي، ديكارت قال حاجه شبه كده. وديكارتر ده مش بتاع امريكا. بس انا صاحبي ما تاخذنيش، هتسيب القصه والكتابه والشعر والكلام ده يعني وتعمل ايه؟ مش هسيبهم، انا هقف معاك في محل ابوك واتعلم منك وما اخدش اجره. منور اجره يا اخويا، انت جيت في وقتك. ننزل ان شاء الله الصبح نجيب بضاعه ونفتح سوا. والشغلانه اللي كانت وراك؟ لا ما انا خلصت المصلحه النهارده قبل الصلاه. مش بقول لك جيت في وقتك؟ وادي يا عم 20 جنيه هم عربون. ورحمه ابويا من ترددهم. انت لاقي تاكل؟ بتورطني انا عشان ما ارجعش في كلامي؟ بصراحه ربنا مش عارف وادي قد ليه انت كنت رايح برتاح له في الكلام. بحس كده ان انا معاك عايز ابعبع. بعبع يا صاحبي، احنا اخوات. قول لي عملت فلوس كويسه من الشغلانه اللي فاتت؟ سيبك بقى من الشغل والفلوس والكلام ده. طب ما تروح لها. هي مين؟ لبنى. مد ايدك وخد اللي تعوزه، ما تستناش يا حالاتي. لو معاك تمن الشبكه جمد قلبك وروح. ما تقوليش بقى هي صيدله وانت دبلوم. الحب يا زيزو الحب اكبر شهاده في الدنيا ممكن انسان يحصل عليها. ولو ابوها رفض؟ ابوها بيحبك، ولو شاب بنته مقتنع مش هيقدر رافض على طول. ها معاك تمن الشبكه؟ لا ناقص لي 20 جنيه. انت لحق. والله ما هم راجعين. لقيته يا جعور؟ انا قلبت عليه الدنيا وكان ناقص اسعى عليه البلكونات اللي في الشوارع لحد دلوقتي مش لاقيه. يعني هيكون راح فين؟ مش في المخزن ولا هنا ولا هنا؟ الارض اتشقته ولعته. هقول لك ايه يا سمعه يا صاحبي، انا حاسس ان الحكايه دي فيها خبصايه شويه. الشهاده لله، الواد ده طول عمره 100 100 وما يعملش اي غلط. اخي احنا مال اهالينا؟ اقول لك ايه، ما تعرفيش طريق بيت، وانا يا سيدي اروح اخطف رجلي واروح اسال عليه. اللي يعرف بيته الواد شبرو او الواد بكر. طب دول الاقيهم فين؟ دول عاملين زي العفاريت ومش عم يطلعوا غير في الليل بس. يا عم في الليل ايه؟ انا لسه متخيل بيهم النص ساعه. اقول لك ايه، انا مالي، انا رايح عند المعرض خلاص، ونسال عليه الشرشابي وقول له ان انا لسه عم ادور خلاص. توكل على الله، طول عمرك زي قلتك. شايف يا شرشابي الواد عامل المكان ازاي؟ زي الفل، ولا اكن في اثر لاي شغلانه. انت عارف حتى عديته خدها معاه. قول لي، هو انت اديته كل فلوسه؟ هو خد ثمن الايسيات كلها بالكامل، ومن اجرته 2500. ايوه يعني لسه باقي له فلوس. لا انت شاغل بالك ليه قوي بالموضوع ده؟ ما تفهمني وتخلصني. الواد ده خلاص بقى كلب القرش، بيجري ورا اي قرش يلاقيه، وبعدين لقى رزقه معاه. ايه اللي يخليه يبيعنا ويسيب الحاجات دي كلها ويمشي؟ لا لا، انا اقول لك بقى خفيف، الواد ده عمل نمره عشان يعرفنا انه قادر علينا، ولو ما مسكناش فيه بايدينا واسناننا واخد بالك هيروح يبلغ بقى. لا لا، ويفضحنا. لا لا، وقول بلاوينا وخش في قضايا وخش في مباحث. لا دماغه ما تروحش لغايه كده، فهمنا انا؟ طب امال الظابط لما جه المخزن ما لقاش اثر لحاجه ازاي؟ دي سهل، أولاً أنت مفهم والواد واخد خوانة. زمان لما الظابط جه هو كان قافل على نفسه جوه في المخزن. أما الظابط خبط وعملوا له الليلة والخمسة بتوعهم دول، كان خبى كل حاجة وخلص الدول. الله الله الله. إيه الحلاوة دي؟ أنا أول مرة أشوفك مدي الأمان لحد. أقول لك أنا بقى ليه؟ أصل كبشة النار مش في إيدك، عارف ليه؟ أنا صاحب الليلة كلها.
المخزن بتاعي والبضاعة بتاعتي لو بلغ أنا اللي هلبسها وهشيلها، وأنت بقى زعلان من إيه؟ مفيش حاجة عليك طبعًا. أنت بتقول إيه يا عبيط أنت؟ الله، ما اللي يضرك يضرني، وفي نفس الوقت ما أنا مضرور في قرشي. قرشك؟ قرشك يا أبو قرش، أنت بتاخد مكسبك قبل ما تحط فلوسك. ما الغلطة غطيت أنا، لو كنت قبل كده جبت ورق وغرستك معايا فيه ما كنتش قلت اللي أنت قلته. بعد كده بقى هتكتب ورق. انفض الغباوة دي من دماغك وخلينا نفكر. سيب لنا موضوع زيزو ده. لا، زيزو ده بتاعنا وانا اللي هاخد حقي معاه. بطريقتك دي هتضيعنا كلنا. ما هو لو مش زيزو يبقى مين يا شرشابي؟ اقول لك انا، سيب لنا الموضوع ده. لو ليك عنده قرش انا هجيبهولك، وفي نفس الوقت لو حصل اللي بتقوله ده هتتفرج عليه وهو بتزف لابو زعل. ماشي؟ اشجان افتحي شباك المطبخ يا اختي، دخان السمك مال الشقه. طب خلص كده جيت الرز على خرطة البصل والخضره فاكيه يا جاش. معلش يا ماما انا وريني الفوطه عشان نسيت اخدها معايا. طيب يا اخوي اشجان والنبي خش الاوضه هات الفوطه انا وريها لعبد العزيز. انت هتقعدي تنادني وتغمري كده زي غفير الدرب؟ يا بنت لمي لسانك وخلصي بقى. اوضه. حاضر حاضر يا ولا، بتجيبها لك اهي. ادي له الفوطه وانا هخلص طنجته. يا بنت ادي له الفوطه ما تخافيش. فوطه. انت مستعجله لما تخالي بيكون ورا مشوار. طب بقول لك ايه؟ السمك ده مطي عليه. قومي قومي يا بنت. انت عارفه ما تعرفيش المشوار اللي رايحه دوت ولا عارفه وبتستهبلي؟ وده وقته. قومي قومي يا رجل مستعجل. يلا همي. طيب اما وريتك يا بنت غتيبه. حاضر. انا مش فاهم احنا هناكل السمك جايه تو ايه؟ لسه بتصطادوا السمك ولا ايه؟ دقيقة واحدة ويكون الوكل جاهز، أنت طالع بعد الغدا؟ أنا ولا طالع ولا نازل، أنا هاكل وأخش أنام عشان أنا ما نمتش من امبارح. ربنا ينجحك يا رب. آمين يا رب. يا رب. هات هات استنجيت الرز وأنا هشوف الوكل. إيه؟ عايز كام يا واد؟ طب وعرفتي ازاي بقى؟ ايه يا واد؟ وانا مش امك يا واد ولا ايه؟ انا بصراحه انا محتاج المره دي فلوس اكتر شويه عشان انا عندي كتب ولازم لازم اشتريها. ما يطلع اخوك من الحمام اطلب منه اللي انت عايزه. لا انا مش هقول له اي حاجه، كفايه اللي هو فيه. انت خدي لي منه 35 جنيه وكده زي الفل. يا عم وليد انت تؤمر واحنا ننفذ. وبعدين احنا مش قلنا بقى نبطل حكايه الكسوف دي؟ مش كسوف والله يا زيزو، بس انا عارف الظروف اللي انت فيها. بس انا برضو عندي حاجات لازم اعملها ولازم اشتري كتب وملازم. الله يعينك يعني. انا هم كلهم ثلاث سنين. ثلاث سنين وهترتاح مني خالص. قدامك كام؟ 50 جنيه شغال معاك ولا عادي؟ ده كده زي الفل. ماشي تعالى يا وليد. ربنا يخليكوا لبعض يا ولاد. فين الفلوس اللي كانت في الجيب البنطلون ده يا اما؟ لقيتها واقعة على الارض. حطيتهم تحت المخدة. تأمرني بحاجة تاني؟ استني عايزك. خد يا معلم اي خدمة. ما نحلمش منك يا ريس. وكلها ثلاث سنين غير دي وربنا يكرم بعدها ان شاء الله. بقول لك. ايه؟ لسه بتذاكر المعراض بتاع السويس ده؟ اه ليه؟ خلي بالك منه عشان شكله كده بيخبر ومش مركز. اه ما انا عارف. بيني وبينك انا كده اصلا بفكر اذاكر مع نفسي هنا كده في البيت. لا ما تقطمش معاه على طول، انا واثق في دماغك. ماشي، انتوا ايه؟ عملتوا ايه في الغدا؟ علشان انا هقع من طولي خلاص. انا يا دقيقة واحدة. استني بقول لك تعالي. السمك على النار. انت عاملة مقلي ولا مشوي؟ مقلي. ايه؟ مقلي. مقلي اه. طب بص يا ستي. ده ولا ده؟ كلهم حلوين. بس لازم اللبس يليق على المشوار اللي انت رايحه. القيمة. عايزة تعرف أنا رايح فين ها؟ لا دورها في دماغك ونجي. بص يا ستي أنا رايح مشوار خصوص يعني تقدري تعتبريه مش باين باين في عينيك في حسك اللي بيزغل. البس دول هيبقوا حلوين عليك. ولا ده؟ لا دول.
تمام يبقى ده. انت مالك واقفه لي كده ليه؟ كسره عينك تحت. انت لابس لي الفانيلا الحملقت دي. هو حد قال لك اقفي هنا؟ ما انت اللي قلت لي استني. طب روح. بقول لك كده تخش عليها وانا عريان تاني. طيب بهزر معاك، تعالي. حاجه كبيره بس. ايه رايك في الريحه دي يا بوي؟ بصي 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 عملت معاك ايه يا بوي؟ بدل ما اخبقش تعها واحده. الله عليكي، ده انت جبتيها على بلاطه. ما تيجي معايا احسن بقى. عايز مرت خالي تقتلني. عبد العزيز. ايه؟ عبد العزيز. ايوه عايزه ايه؟ البت دي هبله ولا ايه؟ ايوه يا لبنى، ايوه كده يا باشا اللي طلبت حضرتك. انت اتاخرت ليه بقى؟ مش قال لك تروح وتيجي هوا؟ يا باشا النهارده الجمعه والدنيا زحمه. خلاص انت بتحكي قصه حياتك، يمشي لا قدرك. طيب باشا. اهلا يا حاج. ازيك يا حاج؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا حاج؟ ايه الهديه دي يا باشا؟ عامل ايه؟ بقول الحمد لله. ايه الهديه؟ كنتوا فين؟ كنا بنعسس في السوق. هتيجي زي ما احنا كده نطلع على كوثر عامله كبده على الفحم وكبد وكلاوي، وبعدين واحنا هناك بقى بالمره نعرف العلبه فيها ايه. يا حاج بس بالله فيها والله. انتوا بالهنا والشفا بقى كده اطلعوا، عشان انا الحاجه مش هينفع، انت فاهم؟ الحاجة لا بتستناه، ده ممكن تعمل لنا مشكلة جامدة قوي. طب تحب اجي معاك المشوار؟ لا لا انا تمام، انا مشوار اروح انا وكله زب. احنا اول ما نخلص اكل هندهلك عشان تيجي بقى نظبط لنا. طيب ماشي. ده شبرو عايز الهباب ده في ايه؟ يا اخي عايزه في موضوع كده. صباح ابيض متوسط، لسه ما حدش عكره يا سيدي المعلمين. مش ده عاصم باشا بتاع الشرطة في خدمة الناس كلها؟ ده هزر. اروح امك. ايه يا باشا؟ باشا صباح يا ظباطي. رايح فين؟ عايز ايه؟ استاذن معاليك بس اروح. يلا يلا خش. استاذن تعالى. لا انت رايح فين؟ ايه يا باشا؟ تصدق صبر ولا ايه؟ معايا يا باشا. بس معاك انت مين انت اصلا؟ يلا هات خش جوه. طب هات عيش وحلاوه يا ابني. طب اكلم سميرة. طيب كلمها يا ابني. رايح فين يا ابني؟ باشا خير يا باشا. هو اي حد يدخل هنا ولا ايه؟ انت لازم نضيف يا ابني. روح 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 انضف انضف وتعالى. بس حد عامل معاك اي عوا؟ انا رقبتي ليه؟ لا لا مفيش حد يمسك دي. خلاص يا حاج انا اروح انا. ها؟ روح يا حبيبي مع السلامه. على قديمه وكتاب الله يا حاج. انا اللي شنفط لك مناخيرك كده. اصل انا خير الله ما جعله خير يا حاج. كنت نايم متنرفش شويه، وبعدين قمت من النوم حسيت ان ضغطي عالي، فاتمشيت في الريسبشن بتاع الشقه، خبطت في مكنه الحلاقه وحصل لي اصابه عمل. اصابه عمل؟ ليه؟ شغال في المصانع الحربيه؟ ولا العيال اللي طالعين في المقدر جديد بيدوك على قفاك؟ مين يا معلم اللي يقدر يديني على قفايا؟ دول كانوا سبعه هاجمين عليا من ميدان العتبه و13 نازلين من جبل المقطم، وما كانش معايا سلاح، شديت سلسله ضهري وطوقت فيهم الضرب، حتى اسال وركبتها تاني. طب وزيزو؟ ماله زيزو؟ عايزينه! ما هو في عبك يا حاج، والفجريه البوكس خده. عليك نور. يعني كنت بتحس بالليل في الشارع زي عوايدك انت وصاحبك اللي بره ده؟ شفته ايه بقى؟ ما هو لو تفهمني بس انت عايز ايه يا سيدي المعلمين تحت امرك. اسمع بقى، اسمع كلام اللي هقولك ده، اتكلم على طول. وبالنسبه لي انا هظبطك لو جيت معايا صح الصح. ماشي يا معلم. صح الصح يعني. كنت انا وبكر بنعش بالليل، وفجاه البوكس هجم وفي الظابط عاد. قصر يا شبرو خلصني. خدوه مشوا. ما تتكلم يا معفن. ما هو بيقول لي قصر يا معلم. ما هو انا لو افهم الفوله فيها ايه كنت ابقى معاك في السليم المعود وجراش الجراش ونو باركنج يا معلم. من ياد اللي جاب البلوس والصينة؟ واحد بيكرهكم. مين ده؟ شارع عبد العزيز كله. لا مؤاخذه يا معلم، انا بقول اللي في نياتي يعني، ما تاخذنيش. مين ده؟ رد السجون اتكلم. ما هو يا معلم بس لو تقول لي السبوبه اللي متبلغ عنها هكون معاك في السليم المعوج وجراش الجراش. ورسيني بقى يا معلم. بقول لك ايه، روح هات لي الواد زيزو من اي مكان هو فيه، من ورشه ابوه، من اي حته، هاتولي وتعال. ماشي يا معلم، بس لا مؤاخذه يا حاج يعني محتاجين 20 بلبل اسيبهم للعيال، لان انا اللي بعولهم يعني. وعلى ايه؟ منعولهم احنا ومنعول ابوهم على اللي جابوهم كمان. امشي يلا، خد بريزه اهي واتكل على الله. معلش تشكر. يلا يلا. رضاك علينا يا معلم. السلام عليكم. بعدين يا شرشاني؟ ما بنلاقيهاش. هنعمل ايه؟ هيبان وهيتكشف قرارها. اصبر على رزقك يا قنديل.
أهلاً أهلاً يا عاصف. عاملة إيه؟ إزيك يا ابني؟ إزيك يا ضناي؟ خش يا ابني وأنت غريب، ده البيت بيتك. أمال سناء فين يا حاج؟ سناء؟ هو في حد يقدر يصحي سناء دلوقتي؟ معلش أصل أنا كنت عايزها في حاجة ضربة كده والنبي صحيها لك. آه صحيها لك. آه لا والله ضحكتني. عارف لو دخلت أصحيها دلوقتي تهب فيا كده زي البوتاجاز البايظ، عشان كده بسيبها نايمة. إن كنت يا أخويا تقدر أنت عليها خش صحيها. طب يا حاجة بعد إذنك. اتفضل يا أخويا. تعيش وتجيب يا ابن كريمة. قال يا ما جاب الغراب لأمه. سناء سناء اصحى سناء يا بنت اصحي. ايه عاصم ابوك مات يا بنت؟ المناف استعدت دي تصحي كده لسانك مبرد في ايه؟ الاجازه اللي انا كنت واخدها عشان اخلص الموضوع اللي اتفقنا عليه ولا عارف اعمل فيها اي حاجه. موضوع ايه يا اخوي؟ يا بنت انت بتصحي فاقده الذاكره ولا ايه؟ اه صح. ايه ده هي الساعه كام؟ الساعه داخله على 2. يا خرابي وانت رحت لها ولا لسه؟ ولا رحت ولا اتنيلت، انا جبت الجاتوه مش عارف اعمل اي حاجه. يلا بقى ينيلك اطلع بره عايز اغير مفيش وقت. طب ماشي بس ما تسيبنيش كتير بقى عشان امك ما تقعدش تاكل وداني. حاضر يا اخويا يلا. يا رب اخلص منك انت ولابنا في يوم واحد يا عاصم. انا عايزاك يا اخويا كده ما بين وقت والتاني تيجي تطل علينا. اه انت برضه حبيبي وزي ابني. وما كانش في داعي يا اخويا تكلف خاطرك وتجيب جاتوه معاه، الحاج مش حارمنا من حاجه ابدا. لا ما هو برضه زي بيت امي يا حاج. طبعا يا اخويا امك وانت ابني ضنايا وحبيبي. قول لي بقى عرفت تصحيها؟ بتكمل لبس جوه زي ما انا طالعه بس يا رب ما تنامش تاني. على الله. خد يا ابني كمل شايك. كان في اصل كلمتين كده محشورين في زوري قلت اقولهم لك. اتفضلي يا حاج. ابوك يعني ما كانش يصح انه يتجوز جوز نسوان ويسكنهم فوق بعضيهم وانت عارف القلق يعني. خليه يطلق امي يا حمود الحاج. والله يسلم فمك. يلا يما هوينا شويه. عندي كلمتين سر. هوينا؟ جاكي ضربه في لسانك اللي عايز قطعه. اتلم يا بت على الصبح. اتلميت مش كده بقالك نص ساعه راغيه على ودان الراجل. صدع يا لهوي. وانت بقى بسم الله ما شاء الله متقيفه وعلى فين؟ خارجه طقي طقي. في بنت في الدنيا تقول لامها طقي يا ناس؟ يا بنت رايحه فين؟ رايحه مشوار سر مع اخويا. انت مالك؟ مشوار يا سناء. انت هتيجي معايا وخلاص. وهو ده الجاتوه اللي انت جبته لي؟ خلصتيه؟ جاتوه ايه اللي يا اخويا؟ الكريمه بتاعته كانت زفره شويه بس كل اللي يجي منك حلو. ايه الشياكه والحلاوه دي؟ وايه اللي انت شايله في ايدك ده؟ جبت لك 4 كيلو بسبوسه كل كيلو لوحده عشان الخضه يعني. هو عم لطفي هنا؟ ايوه هنا. خساره. طب ادخل ادخل باللي انت جايبه ده. يا بابا انا شبرو. عارفاك المجرم الثوابك. خلص. انت لا مؤاخذه متجوزه؟ قصك فيه انت بقى؟ اهلك انا متجوزه ولا لا؟ يا ضعر الحله انت. اصل انا لا مؤاخذه متجوز وعاوزه اكمل نص ديني. الله يحرق ناسك. قبر يلمك. طب روح اتسبح وانضف الاول قبل ما تبصبص. ايه الباكابورت اللي طفح علينا ده؟ باكابورت بهي وبقى عيلتك يا رد السجون يا جزمه. عارف لو ما رحتش من هنا دلوقت والله هقطعك بالسكينه دي. في يا بنت بتتخانقي مع مين؟ كش صالح مرات خالي. دول ما بيجوش غير بالجزمه. في ايه يا ابني؟ خير؟ يرضيك يا حاجه نبقى واكلين عيش وملح في البيت ده ونتهزع على بابه كده. انت اللي هزكت نفسك بمياستك ومرجعتك يا بابا. احنا جايين نسال على زيزو يا حاجه ودي كل الحكايه. قول يا ابني عايز ايه وخلصنا. عايزين نقفل بابنا علينا. طيب بقول لك يا حاجه لما يجي زيزو قولي له ان المعلم شرشابي والمعلم انديل بيدوروا عليه وعايزينه حالا. حاضر حاضر يا ابني. خلاص سمعنا. قطره ما يدعكك يا بنت بالراحه.
طب والسمك بيشمه زي القطط، الرز بيشمه كمان؟ هو انت كل حد يجي يخبط علينا تعملي الهليله دي؟ انت ناسيه ان الفلوس جوا يا مرت خالي؟ ما تصحي اصحي. اه صحيح، مين دي اللي تصحى يا بنت الهبله؟ هو ده موقفي عم الحاج من ارض الله، فانا يسعدني ويشرفني ان اطلب ايد بنتك واحطها في عناية. والله يا عزيز يا ابني، طلب ده بالنسبه لي يعني مش مفاجاه. طب الحمد لله. بس انا ولبنى يعني متعودين نتكلم مع بعض بمنتهى الصراحه حتى في الحاجات الخاصه دي. يعني حكيت لك؟ حكيت لي بس ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش يا بابا؟ بص يا عبد العزيز، انا اكبر منكم في السن وشفت وقريت وتعلمت حاجات كتير قوي في الدنيا دي. في حاجات يا عبد العزيز لازم الاول الواحد يشوفها ويتعلم منها وبعدين يفكر. حاجات زي ايه يا عم لطفي؟ اقول لك يعني مثلا ولادكم هيقولوا لك ماما بتشتغل دكتوره، انت بتشتغل ايه؟ صحابكم ومعارفكم وجيرانكم لما يجتمعوا في قعده ولا مناسبه كل واحد هيقعد يتكلم في شغله وهو حقق ايه وعمل ايه. انت ساعتها هتحس بالاحراج، هتحس ان كان جواك جرح مش قادر تتمسه بايدك. يا واد اصبر شويه بالراحه، ابوك هيشوفنا ويقعد يسال فينا 30 سؤال. والله اقدرك يا بنت، انت اقعدي ساكته، انا حران ومرتبك على فكره، مش عارف اعمل ايه. ايه مرتبك دي؟ ما تفرد لي نفسك كده وتعمل لي فيها راجل. يلا بينا. اللي هتفلح يا عاصم بشرط اختك القرشانة بنت القرشانة دي. بس صدقني يعني لو فلحت ولا فلحت الموضوع. بتقول حاجة يا حاج؟ بتقول ايه انت كمان؟ انت مالك؟ الله، بهب اللسعة، اتجننت يا عطية ولا انت عايز عطا الشافعي انت كمان؟ لا يا حاج لا، شرطة تاخدكم انت وكل صبيان. حاجة الله لك. حاضر يا حاج. بس انا عم لطفي مش هفضل زي ما انا كده محلك سر. انا بدات اتاجر واكسب وان شاء الله بكره تبقى فخور بيا. بكره امي واخواتي واهلي ولبنى والدنيا دي كلها تشاور عليا. انا ما جيتلكش الا لما مسكت قرش، وقرش محترم كمان، اقدر افتح بيت واتجوز واجيب شبكه واعمل احسن فرح. ايوه بس مش بنتي، لان الفرق بينك وبين بنتي مش فلوسه بس. يبقى قصدك التعليم يا عبد العزيز؟ التعليم مش مجرد شهاده ووظيفه، لا التعليم ثقافة، فهم، قراية، انت فاهمني؟ يعني انت لازم تشوف الدنيا بشكل تاني خالص. فهمتك يا عم لطفي. استنى يا زيزو، ولو انا قلت لك ان كل الكلام ده مش فارق معايا هقول لك اللي انت شايفاه صح. اعمل ايه؟ خلاص يا عم لطفي، حضرتك اديتني درس عمري ما هنساه. فجأة وحشة ولا ايه؟ ازيك يا عاصم؟ عروسة حبيبة قلبي، لو هتسيبي عاصم بره فأنا هدخل. ازيك يا عم لطفي؟ أنا يا عاصم يا ابني، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل. ايه اللي جاب الكهربائي هنا يا عم لطفي؟ حاجة بايظة ولا ايه؟ طيب استأذن أنا يا عم لطفي. أحسن برضه عشان نعرف نتكلم. خليني مستحمل رزالتك كده لما أشوف ايه آخرتها. بتقول الكلام ده لمين؟ ارحمك. ما اقوله ليك ولاهلك واللي اتشدد لك كمان. انت بتعمل كده مع مين يا دي يا بتنشال؟ بس يا عم اطلع بره، انا هفرج عليك شارع ابو حديث كله. اطلع يا اطلع يا ايوه، انا هفرج عليك الشارع كله. انزل يا في شارع عبد العزيز مع ظابط والناس ملمومين عليه وهيقطعوه. يا مراري خدني انت الله يخليك. هي بنت اشكال سيبيها يا بنت خالص. Thank you.
عايزه. مش جان اسعاف يا جدعان، اسعاف يا جدعان. اشجان رد عليا يا اشجان. معلش يا اشجان يا اختي، ان شاء الله هتقومي بالسلامه. زيزو انا عايزاك تنزل الاستقبال تشوف دراعك ده يكون اتكسر ولا حاجه. اشجان اتضربت بالنربه ده يا لبنى، المفروض انا اكون مكانها دلوقتي. بعد الشر عليك، ما تنزل صحيح تبص على الدكتور ويشوفك مالك. سيبوني في حالي بقى. سلامتك سلامتك يا ضحايا، شرشاب يعمل حاجه الوضع دي مننا. ما تجننيش يا كريم، ايه نعيه يروح معانا المستشفى عشان نطمن عليه؟ يا بابا كويس ومش محتاج مستشفى. الله، دم السكينه سرقان. انا كل اللي عايزكم تعملوه تجيبوه الواد الكلب ده هنا وخلص عليه. ده بالله يا عاصم، نروح مستشفى الاول نطمن عليه. ممكن تسيبوني كلكم وتطلعوا بره؟ يا ابني يا ابني بس نروح نعمل شويه اشعات ونعرف ان مفيش نزيف ولا حاجه. يا بابا كل اللي عايزكم تعملوه دلوقتي. يا عاصم باشا، هم عايزين يطمنوا على حضرتك وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله. يلا يا ابني هنا. يلا يا اخويا انزل استناني تحت. حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. عشان خاطر امك حبيبتك والنبي تروح المستشفى يا عم. النبي يا شابي. ها هذا كلمتين شايف نشوفيه الدماغ يا ابديل؟ بطل دوشه بقى واسمعني. قول اهم حاجه ناخد الواد نوديه المستشفى، ممكن الواد يطلع عنده كسر، يطلع عنده نزيف داخلي. اللهم اعملوا له محضر في المستشفى. هنقول ايه؟ مالكش دعوه. ليه حل؟ حل ايه بس؟ الله، احنا هنحل ايه ولا ايه؟ الواد زيزو معاه الطبنجه بتاعته، قربته الرصاصه في جسمه، هتحل ايه ولا ايه؟ هيعمل لنا محضر ويبهدلنا. يا سيدي واحده واحده، الاول المستشفى وبعد كده هنتصرف في الباقي. خلاص يلا. طب اقنعه بس الاول انه ينزل معاه. حاضر تعال. يا ابني استهدى بالله واسمعني، تروح المستشفى يا عاصم. ما انا قلت لا بقى، ما تسيبوني بقى يا ما في ايه. اهدى بالله، اهدى يا عاصم اهدى. بقول لك ايه، انا مش هينفع اروح المستشفى دي خالص، لازم اروح مستشفى تبع الشرطه عشان يحصل تقرير حكومي. ما هو ده اللي مش عايزينه يحصل. عارف ليه؟ مش عايز اعرف. يابا الواد ده يجي هنا، ما انا قلت لك. الله يا ابني اهبط شويه بقى، ما يهمكش دلوقتي ايه اللي حصل وتجيب مين والواد الكلب ودوشه الدماغ دي. الواد ده الداخليه كلها هتتقلب عليه وهيجي من تحت قطيع الارض. يا ابني هتقول لهم ايه في الداخليه؟ ضربت واحده بمسدس مش مرخص عشان توديني في داهيه وتضيع مستقبلك؟ عشان كده عايز اوديك مستشفى خصوصي بتاعت واحد صاحبي بدل ما نخش في محاضر واللازم منه. ولما اروح بقى برابطه مكسوره ايه اللي هيحصل؟ يا سلام، عملت حادثه بالعربيه. عربيه خبطتك ومعرفتش تاخد نمرتها. ايوه يا عاصم، ايوه يا حبيبي. وبعدين الواد ده مش هيروح، له قريبته اتضربت بالنار دي، مش هيروح يعمل في مستشفى حكومي محضر هو كمان؟ واد ايه بقى؟ واد ايه؟ الواد ده هتجيبه بعد خلاص. يا ابني استهدى بالله واسمعني، تروح المستشفى عشان خاطر امك. يا ابني اسمع اللي بقول لك عليه، افهمني. ضربت واحده بالنار بمسدس مش مرخص، شارع عبد العزيز كله اتفرج عليه، البوليس بح. بتصعبوا علينا ليه؟ اهدى بالله يا شرشابي، كل حاجه ليها حل. حل ايه بس وبتاع ايه؟ دي كانت مدعكه يا جدعان وتذكر في كتب الشقاوه. ايه ده بقى يا سي زفت انت هو، خلينا نشوف مصالحنا. انما ايه الحكايه بقى وايه السبب؟ عشان انا لغايه دلوقتي ماليش فاهم. بنت لطفي يا سيدي. ايه ده، الدكتوره هي السبب في ال معقوله؟ هي الدكتوره السبب في الحكايه؟ ايوه الدكتوره هي السبب في ال ده الواد مش ايه ده يا عم انت هو، نشوف التليفونات. الو، ايوه يا حاج، تمام يا حاج. لا طالع لك يا حاج على طول. سلام يا معلمي.
هل لك شاف عيجي معاك؟ يلا يا حضرات نطلع عشان خاطر باين عليه وافق انه يروح المستشفى. اتفضل انت واحنا هناخد بالنا من المعرض. خد يلا يا اخويا. معرض ايه يا عم الحاج ده؟ محل اكل عيش. يلا دعوره خلي بالك من المحل. اللي حصل يا دلال؟ اشمعنى دلال ايه؟ ما تخافيش يا ام، حصل خير. خير هيجي منين بس؟ اخوك بيقول انها اتضربت بالنار. ده كلام تقوله يا ابني انت؟ ما هو إدارة المستشفى هي اللي قالت لها كده. هي عملت العملية ولا لسه؟ عملت العملية. يا لهوي، هي حصلت عمليات كمان؟ أقول لأهلها إيه؟ وطي صوتك يا أمه. ده لو خدوا خبر مش هيسكتوا. دي اتدخل بدارك يا زيزو. يا لهوي يا أمي، أستر يا رب، أستر يا رب. ودي كمان إدارة المستشفى قالت لها؟ أستر يا رب. عليكم السلام. عبد العزيز عبد الرحيم. أيوه بي. أنت اللي دخلت الحالة دي المستشفى؟ أيوه بي. متهيألي كده اطمنت على حالك، ممكن تيجي معانا نعمل المعمل. طيب التقرير الطبي وصل؟ بلغونا انه بينكتب ونازل حالا. اتفضل. ماشي ماشي. انا هنزل مع زيزو تحت يا عم. معلش يا حاج، هدي نفسك ان شاء الله خير. ده حلو قوي. اتكل على الله يا حاج، ريحة شاتو المحل شكله هيولع. الله يسهلك يابا. بتقول التلفزيون ده يا حاج؟ الله يسهلك يا ابا. بعد الفيلم يابا، بعد الفيلم. ايه ده؟ فيلم ايه ده؟ قول حسابك ده عايش. حساب مين يا ياض؟ حساب مع المعلم بكرو. بكرو؟ اه نص. وحياة امك حاسبني. ليك حساب؟ ايوه يا عم. حسابك كام؟ 17 جنيه. عند المعلم عطية. بقول لك بص، انا هقول لك حاجة واحدة، مهما كنت كبير فالله أكبر. أنت شفت الفيلم ده قبل كده جعورة؟ أصل ده الفيلم بتاع شيبوبو هفلة اللي شفته زمان في الدجا عندنا. يا ابني لا ابني. وبعدين معاكوا بقى؟ ها؟ خلصونا بقى حضرات. جرام عطية، انت كل ما تشوفنا تحسسنا ان احنا ولود الوزنة السوداء. لا يا عم الحاج، ولا نحسسكوا ولا غيره، ده محل اكل عيش. يا عم عارفين محل اكل عيش، وانا قلت لك انه دولاب. طيب اتفضلوا بقى عشان خاطر الدنيا تمشي يا اخوانا. يلا بكرو. على فين يا اسطى؟ بقول لك عطية سعيد. اتفضل اتفضل اتفضل. سعيد، ان انت كنت بتعمل ايه امبارح في ميدان العتبة؟ مداد ايه؟ مداد العتبة. ايه يعني بعمل ايه في مداد العتبة؟ يعني مش فاهم. بركب من هناك عشان مروح. اه بس لا مؤاخذة، يعني الموقف بتاع الاتوبيس بتاعك بعيد عن السنترال يعني. بعيد عن ايه؟ بعيد عن السنترال. اه بعيد عن السنترال، بس كنت بقضي مصلحة يا اخوانا. في ايه يعني؟ حلوة المصلحة دي يا عطية. كده يبقى في السليم المعوج وجراش الجراش ونو باركنج يا معلم. اتفضل يا معلم عطية، شوف شغلك. طب اتفضلوا حضراته النبي تهونا. اعلي شويه والنبي. اعلي ايه يا عم الحاج؟ يا شبر وخد بكر والنبي. وانت يا عم الحاج ما تقوم، خلينا نشوف اكل عيش. ما سيبت تحضر الفيلم عادي. خلاص يلا يا بكر. انا فين يا عم؟ نروح على قهوه مصر نضرب حجرين شيشه ونفهم الدنيا عايزه مننا ايه وحاجات كده يعني. حاجات في كده يعني. بقول لك يا بكر، اقرش معايا كده. ما تعرفش مين اللي بلغ عن مخزن المعلم انديل؟ يابا عارف طبعا. ايه ده عارف يا انت؟ فاكر ده عبيط ولا ايه؟ انت بتفاجئني يا واد. قول لي يا واد مين. بس لو تعرف انت تقول لي هما بيعملوا ايه لمين، اقول لك انا مين بلغ على مين. يلا يا واد. يلا يا واد. يلا بالراحه عليا يا عمنا. الليله بتاعت مكوه البخار دي كانت بتلعب في 15,000. ايه اللي بدل الاوضاع يا سيدي؟ يا سيدي لو كبير عليك سيبني لما اعلق على حاجه على القد وبعدين اقول لك. والله من ناحيه كبيره يا كبيره يعني 75,000 مش معايا دلوقتي. يا سيدي ما تشوف شريكك يشيل معاك. ما انا بتكلم علي انا وشريكي. طب اقول لك حاجه، تدينا التلت لما ربك يرزق ونبيع. وحياه ولادي واولادك تخسرني لو قطعتها. فلوسك دي، فلوسك دي في شغل الاستثمار ولا في شغل النيله الاستيراد ولا ليها لازمه؟ مجرد ملاليم. دبر نفسك اخويا، دبر نفسك. صعبان عليا تروح لحد غيرك ما تبقاش من نصيبك. قرشها حلو كويس سريع. قلت ايه؟ ما انا مش قادر اقول لك اصبر عليا لحد ما ادبر نفسي. مفيش، انا عارف البير وغطاه. يبقى خلاص بقى نتقابل في حاجه كده يكون فلوسها قريبه من دي شويتين. اصبر بس كده لحد ما ادورها في دماغي. اسمع، انت فاضل لك كام يوم وتستلم؟ هستلمها كمان 4-5 ايام. وانت عارف السوق ما ينفعش ان انا ادفع فلوس عشان تخزين وتشوين وتحميل وفي الاخر ابيعها مقطعه ولا اقطعها. بص انا اقول لك على حاجه، اي حاجه هصرفها هتبقى زياده في التكلفه. انت نفسك مش هترضى تاخدها مني لما اغليها عليك عشان اغطي نفسي. ماشي يا عمنا، على قولك. نخليها بقى في حاجه قريبه عن كده. على خيره الله، بس زي ما احنا دايما متفقين مع بعض ولا كلمه.
ولا كأني سمعت حاجة. تمام، واخد بالك. السلام عليكم. عمنا ألف سلامة يا حاج. ألف سلامة. يلا تبقى ببقك وتقسم لغيرك. كبدي عليك يا بنتي، ربنا يقوم بالسلامة يا رب. كلها ساعة وتفوق إن شاء الله. اسمع من بقك ربنا. وزيزو اتأخر كده ليه؟ أنت عارفة بقى المحضر وقبل الأقوال اللي بياخدوها من الحاجات دي بتاخد وقت. قولي لي يا لبنى يا بنتي، إيه سبب الحركة؟ أنا كل ما بسألك تقولي لي كلمتين وتسكتي. هقول لك إيه، بس هو زيزو جاي يخطبني وعاصم أخته طب بقى وحصل اللي حصل. لبنى عايزينك تحت عشان ياخدوا أقوالك. هو زيزو خلص؟ آه، خدوا أقواله هو وسناء، ولما اسمك جه طلبوك عشان يضموا أقوالك للمحضر. طيب ماشي، أنا مضطرة أنزل بقى، مش هينفع أرجع عشان اتأخرت. طيب ماشي، مع السلامة. إيه يا أم؟ عاملة إيه دلوقتي؟ زي ما هي يا أمي، أستر يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. مش برضو أوضة بنت عمت زيزو؟ أيوة يا أخو. هي فقت ولا لسه؟ لسه يا أخو، سامعني شايف. ما كانش ليها لزوم الهدية دي. لا ما تقوليش كده، ده أقل واجب الواحد يعمله. أمال فين زيزو؟ بياخدوا أقواله تحت. طب ما تيجي توصلني بإيه؟ اتفضل. اتفضل يا نهار أسود. فلوس دي بتاعت ايه دي؟ متقوليش بس كده، عيب. ده اقل حاجه يعني، ده زيزو ده زي ابني بالظبط. سلام عليكم. اهلا بسيد المعلمين. ابن حلال، لسه كنت نازل لك. بقول لك ايه، عايزين نركن في اي حته كده نتكلم كلمتين مع بعض. وانا مش هتحرك من هنا غير لما البنت تفوق. يا عم ربنا فوقنا كلنا. عايزك في كلمتين وهمشيك بسرعه. يلا بس تعالى. ماشي، تعالى نشوف اخرتها. خليك انت جنبهم يا وليد. ماشي. بس عارف، طلعت دكر وعصبك ناشف وطحنته اخر طحن. جات اكتر مريحات يا انديل. انديل؟ ايه انديل دي؟ بلعب معاك في الحاره؟ اسمع يا عم انديل، ده انا قد ابوك يا ابني. ابويا كان راجل شريف واكلها بشقاه، لكن انت وصاحبك بقى. ماشي ماشي، هستحملك للاخر. كمل. قصدك ان مكسور العين ما قداموش غير طولة البال. مين اللي مكسور العين؟ انت فاكرني جاي اترجاك ولا ايه؟ اه جاي تترجاني. محضر الكتب خلاص وقلت فيه كل حاجه. شايف ده؟ هسلمه للنيابه. عليه بصمات المحروس وابوه. خلينا بقى ماشيين في المشوار لحد اخره. لحد ما الباشا بعون الله يترفد. طب واللي يجيب لك حقك من غير قضايا ولا محاضر يا عم زيزو تعمل ايه؟ اللي يجيب حقي وحق بنت عمتي المحكمة يا قنديل. روح بقى قول لصاحبك ان خلاص بطلت اطاطي والم المتكسر، ومن هنا ورايح ههم براسي لفوق، لفوق قوي غصب عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها. يا ابن الناس علم ما ودي، واللي عازمها انت عمتك هيجي لها لغايه عندها. ما انا قلت لك والغلبانه دمها بينزل على الاسفلت. ليه 10,000 جنيه بقيت حساب شغلي ولسه. شغلك اللي كنت ناوي تخربه بايدك ورحت بلغت عننا. اهو انت كده بقى ناوي تسوق الهبل على الشيطانه. انت اللي سايق الشيطانه على الصياعه يا عزيزو. رحت المخزن وخربته، لميت العده والكارتات، ورحت بلغت عننا وشرشابي عشان تبين لنا ان انت اقوى مننا. مش دي اخلاقي يا قنديل، بس اللي زيك دماغه ما تجيبش احسن من كده. محدش في الشارع كله يعرف حكايه الكارتات والغسالات الا انت. يا ابني ما تلوعنيش بقى. انا ما بلوعكش. انا وانت والشرشابي وعطيه وشافعي وجعور وكل رجالتكم عارفين. في الاول قلت لي ما انتش عايز الشرشابي يعرف وطلع شريكك. ماشي، ده مش موضوعنا. انت قلت خلاص الواد قرب يخلص المصلحه، نفرمه كارت ونحرقه على الترابيزه زي ابوه، لكن ورحمه ابويا ما هيحصل وهتشوف. حقي هاخده 10,000 جنيه وال15 بتاع ابويا. لا دي بقى مش فاهمه، ايه ال 15,000 بقى بتوع ابوك دول؟ البضاعة اللي اتسرقت ووصل الأمانة وبكر وشبره، أهي دي بقى قضية تانية ومضمونة وعندي الدليل.
بس اوانها لسه ما جاش. لكن موت ابويا بحصرته ودم بنت عمتي ليهم حساب تاني يا قنديل. يا ابني انت ماشي في سكه في ناس قبلك جربوها، سكه اللي يروح ما يرجعش. وماله، خلينا نجرب سكه اللي ما يرجعش على ايدك يا قنديل. ده فييس يا قوي ذاك القرف. بتقفل لي كوتشين يا زيزو؟ ماشي ماشي قوي، وحياة أمي للبخك. الحمد لله على السلامة يا دكتورة. اتفضلي صدعيني انت وهي بس بسرعة عشان مش فاضية لكم. لا هو انت لسه ما تهديتيش بعد الفضايح اللي شافها شارع عبد العزيز كله. انت اخر واحدة تتكلم عن الفضايح يا زبالة، انت فاهمة ولا لا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، بالراحة على نفسك شوية. مش كفايه المصيبه اللي عملها اخوكي وهرب زي الاندال، ولحد دلوقتي احنا مش عايزين ناذيه. اللي عايزه تعمليه اعمليه، روحي بقى بلغي، ارفعي قضيه، خدي اختك الزباله دي وانزلي بضحيه في الشارع، لكن تيجي هنا تفتحي بقك لا، انت فاهمه؟ يا جماعه كفايه فضايح، تعبتونا. طب والله العظيم ما هسيبه، ولازم اخرج بيته بره زي ما دبرني وهرب. اعملي اللي تعمليه، ماشي؟ يلا يا بابا، يلا دول ناس زباله. عاجبك كده يا وش المصايب؟ جبت لنا كلام والتهذيب؟ هقول ايه؟ منك لله. يا بنتي فهميني سبب الخناقه اللي بره دي ايه؟ عادي يا بابا ما يهمكش، اصلا دول ناس تخاف ما تختجيش، لو جم تاني بقى هزقهم واقفل الباب. طب استني فهميني، كنت بتعملي ايه في المستشفى؟ حصل ايه؟ بس انا عايز اقولك ان انا خلاص جبت قرار. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ انا رحت المكتب اللي جاب له التاشيره وجبت تليفون وعنوان الشركه اللي بيشتغل فيها بره، بس وديني ما انا سايباه، يا اما بقى هيعمل اللي في دماغي يا هينزل مصر هنا افاي قمر عيش وهسجنه هنا كمان. يا بنتي مش بتقول انك حامل؟ يا احسان انا مش حامل، انا كنت بس بقول لهم كده عشان اخوفهم، بس بيني وبينك لو حكمت ان شاء الله حتى اجيب لهم عيل بعد 9 شهور ابن حرام واقول لهم ده ابنكم كمان. واحنا بقى نقعد نستنى انا وابوكي 9 شهور في الفضايح اللي انت عاملاها لنا دي؟ كانت في القرف. بس الحمد لله. يعني فات من البنج؟ لا لسه، بس الدكاتره طمنونا عليها. المشكله بقى في المحضر اللي اتعمل، وكان لازم اقول فيه كل اللي انا شفته. يوه ليه بس كده يا لبنى؟ هعمل ايه بس يعني يا بابا؟ ما الراجل سالني وكان لازم ارد عليه. اي نعم يعني كل اللي قلته ضد عاصم وابوه، بس بصراحه بقى يستاهلوا، عشان حاسين ان ارواح الناس ملهاش قيمه. وبعدين يا لبنى؟ وبعدين في ايه؟ في العيش اللي احنا عايشينه هنا في عبد العزيز، والبيت اللي انا ورثته من ابويا الله يرحمه، وعشت فيه طول عمري بشرفي وكرامتي، بقيت حاسس بالغربه في البيت والشارع. الناس بتبص لك كاني عامل عامله ولازم اتدرى منها. معلش يا بابا، مكتوب مكتوب يطلع لك ابن زي صالح، مستهتر وواطي في كل تصرفاته، حتى ما فكرش يتصل بيك يقول لك شكرا على تذكره السفر والتاشيره اللي انت عملتهم. انا لا عايز يشكرني ولا حاجه خالص، انا عايز يجي يشوف حل لبنتي دي عشان نلحق نلم الفضيحه. انا عارفه هي بتفكر في ايه. تعمل ايه؟ تفكر تعرف فين مكان شغله وتكلمه هناك وتأذيه، يعني تفضل تزن عليه لحد ما يجي لها. بصراحه بقى يعني يا ريت تعمل كده عشان بقى يلم نفسه ويشوف حل في اللي هو عمله ده. حتى لو كان بريء زي ما بيقول يا لبنى، حتى لو كان بريء والبنت دي غلطت وعملت الحكايه دي مع حد غيره، ليه هو يجي يدخل؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا بقول ايه؟ بس بصراحه بقى يعني هو يستاهل، عشان هو مستهتر وسافل وواطي اساسا. معلش انا اسفه يا بابا، انا اسفه، مش قصدي والله. طب اهدي اهدي بس، تعالي بقى نشوف لنا لقمه ناكلها لحسن. انا حاسس ان السكر عندي واطي وجسمي كله بترعش. سامحني، كل اللي حصل النهارده ده محتاجين نفكر فيه تاني بهدوء. وانت كمان سامحيني انت وعبد العزيز، يعني على الطريقه اللي كلمتكوا بيها، لكن الراي نفسه بقى لسه زي ما هو. صح يا بنتي، انا زي اي اب بدور على مصلحه بنتي، لو ليك راي تاني نتناقش. ما بقاش فيها تفكير، شكل زيزو هو بيتخانق مع عاصم النهارده يا بابا، حسيت انه بقى واحد تاني خالص انا معرفوش. انا سبب طريقتي معاه في الكلام عصبته، عشان كده لما شاف عاصم قدام منه بيتعنطز عليه وما قدرش يمسك اعصابه. بقول لك ايه،
وتقومي بقى ندور على اي حاجه ناكلها، وبعدين احكي لي حصل ايه في المستشفى. حلو. اديني سمعت كلامك اهو، ورحت مستشفى وتعالجت. فين بقى انت ورجالتك اللي مالين الشارع دول؟ مش هتجيبوا لي الواد ده ولا ايه؟ خلاص بقى يا اخي، هجيبهولك وهيتضرب على دماغه. بس المهم ان احنا دلوقتي اطمنا عليك، اشعه وكله تمام. يا ساتر يا رب على الافتراء يا رب. بقى بعد ما ضربتهم بالنار بتقول ان لسه ليك حق؟ الكتمة يا بنت وانزلي عند امك يلا. ايه يا ام النار؟ بس يا بنت سيبيها توصلني لحد ورا وبعد كده تخفى في داهيه. داهيه؟ تصدق ان اخد خدمة الغزة علقة؟ بقى يا بنت تسيب اخوكي مرمي وتنط في عربية الاسعاف معاهم؟ الحق عليا، مش هروح اشوف ايه اللي بيحصل واجي اقول لكم عشان تخلي بالكم من وعيدكم السودا دي؟ ما انت ما تجيش اخبار غير زي وشك. تعالي طب ابقى روح اسال ابوك بقى يا اخويا، هتطلعوا ازاي من الوقعة السودا اللي انتوا وقعتوا فيها دي؟ صدقني ده بنت، انا هجيب طبنجة واطخك انت والولية دي وامك كمان. يلا يا كريم وصليه وصليه. معلش مش كده. قول لي. رحت له؟ ايوه يا سيدي. زي ما رحت زي ما جيت. يعني ايه؟ الواد كتب محضر بيتهمك انت وابنك ان انتوا كنتوا عايزين تقتلوه، وان الطلقه اللي خرجت من المسدس هو اللي كان مقصود بيها مش حد تاني. ملهاش حل بقى غير ان احنا نخرس لسنة كل الناس اللي شافت العركة دي. يا عم انت بتتكلم اي كلام، مش تتكلم بالعقل. يعني ايه؟ يعني اسيب ابني يروح مني؟ اعمل ايه؟ اسيبه يضيع مني؟ طب ما عرضتش عليه فلوس؟ سبت الام باكو واتكلمت معاه، هو دماغه الف سيف ان هو مش هيتنازل. ده انت كمان ما تعرفش عامل ايه، جايب المسدس وحطه في كيس وبقول اروح اديه النيابة. يبقى احنا لازم نخلص منه. اقولك على حاجة، الواد هو اللي هيخلص لك الموضوع. عايز 15,000 باكو. 15,000 باكو؟ واضمن منين انه ما يرجعش تاني لعيب؟ طب ما احنا ممكن نشوف حد ياخد هو ال 15,000 باكو والموضوع يتدفع. تفتكر يا انديل مين اللي ممكن يعمل كده؟ اقول لك انا مين. مين؟ زيدان الدوري. يا نهار اسود، يعني البنت دي ضربت بالنار؟ لا يا باشا، دي كانت خناقه كده في الشارع يعني. امال احنا جايين لحضرتك ليه بقى؟ المجني عليها دي ظروفها ايه بقى؟ ده انت قصدك سعادتك يعني بنت ناس؟ دول غلابه قوي يا باشا، دي قريبه الواد اللي انت طلعته من الاسم ديك النهار. ابنك تحول على النيابه ولا لسه؟ لا يا باشا، نيابه ايه؟ لو نيابه كان راح فيها، نوعين في عرض حضرتك عشان كده. انتوا مش بتقولوا ان هي قريبه الواد اللي غفير عندك ده يا انديل؟ ايوه. ما تردوه تخليه يتنازل يا باشا. يا ريت، واحنا كنا جينا حاولنا معاه بيه ومش راضي. ما هو ما خبيش عليكم، لو الواد ده ما اتنازلش على المحضر هنخش في متاهات ملهاش اي لازمه خالص. يتنازل يا باشا بس حد يكلمه. انا يا سيدي هكلمه. هو فين دلوقتي؟ قاعد جنبها في المستشفى. طيب الاول نكلم المستشفى عشان ناخر المحضر ما يروحش النيابه لغايه لما اشوف الواد ده واتكلم معاه. ولو عايزين تنجزوا صحيح، حد فيكم يروح يخطفه ويجيبه، هتكلم معاه قبل ما امشي. والله يا باشا انا مستعد اروح اجيبه يا باشا. يلا. يا عم خنقتني بقى، ده سامع حجر حفت ولعه وانا سايبك من سكات كده. بنت لبتها يا معلم، بس انا مش عارف اعمل بيها ايه. بنت لبتها يبقى تاكلها على طول اصلا. يا بنت لبتها بس مش ليا انا. يبقى اقول له ياكلها لغايه ما اجيب. يا جدع اصبر بقى وخليني اقفش دماغي عشان اقول لك. طب اهو يا عم، قول يا عم. اهو اسمع اسمع اهو. يا جدع اسكت اسكت، احنا قاعدين في قهوه. عطيه كان في السنترال ليلتها بيعمل ايه؟ سنترال؟ سنترال ايه بقى؟ بتتصل بالتليفون. حلو قوي. بيتصل بمين؟ هيكون بيتصل بمين يعني؟ بالتليفون. حلو قوي، التليفون التاني ده بتاع مين؟ يا عم انت اتسطلت ولا ايه؟ بقى التليفونات كلها بتاعت الحكومه. اموت في دماغك اللي بتنطق عسل. عسل ايه؟ وانا مش حاسس باي نحله يعني. لانك راضع زباله. اسمع، عطيه هو اللي بلغ الحكومه عن انديل وزيزو يا معلم. عن انديل وزيزو يا معلم؟ مش وقته. بلغ عنهم ليه؟ عشان يتمسكوا. حلو قوي، يتمسكوا بايه؟ دي بقى نسال فيها فتيح. اموت في دماغك والشجره اللي طالعه منها ديت.
يا عم ايه الكلام العجيب ده؟ طب ولما عطيه هو اللي بلغ عن عدين والشرشابي، امال ليه جابوك يقرروك عن اللي بلغ واللي خبط؟ طب ايه رايك يا بكر نروح للشرشابي ونقول له ان عطيه هو اللي بلغ؟ لا يا معلم. طب ايه رايك بقى نروح لعدين ربطت يكون الشرشابي هو اللي بعت عطيه يبلغ؟ كده كتير عليا، كده كتير عليا. انت وصلت لاختراع الجاموسه اللي بالكهرباء يا معلم. طب انا اخترعتها، تعرفش انت تحبلها وتعمل لنا كوبايه شاي باللبن؟ كده انت بدات تخبص وتخنقني وهروشك. حاسب الواد نصر وحصني. ولا يا نصر. ايه يا عم ايه؟ جالك يوم. ايه؟ هحاسبك. وحياة امك. حسابنا كام؟ حسابنا 3 جنيه ماشي. طب معاك فكه بريزه؟ فكه بريزه ايه يا عم؟ دي معزه قايمه ومعزه نايمه، انا معيش غير 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه. خلي 2 جنيه عشانك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. يا ماما ماما تتوكل على الله يا رب. لا يا ابني هروح انت مع وليد وانا هعمل معاك. لا انت بدري بس تقلقيش، انا هنام هنا على الكرسي ده مكانك لحد الصبح. طيب يا اللي تشوف. يلا يا وليد. وانتوا مروحين خدوا تاكسي وقفلوا الباب عليكم من جوه كويس. وانت يا وليد مفيش مذاكره بره النهارده. تقلقش خلي بالك انت على نفسك. بقولك يا زيزو مش واجب برضه نبلغ اهلها في البلد؟ انا قلبي واكني وخايفه يحصل لها حاجه كده ولا كده. لا لا يابا هيجوا لنا بقى وجايبين سلاح ويعملوا اطار والموضوع هيكبر. الموضوع كبير كده ولا كده يا ابني؟ ربنا يجيب العوا ويسلمك. يلا يا وليد. خلي بالك من امك. انا متاكد انك سمعاني عشان انا بتكلم من قلبي. بتبقى جنب واحده زيكم ما يحسش بيها يبقى حمار وغبي وقلبه ميت. سامحيني، انت ما تستاهليش كل اللي حصل لك ده، وانا السبب. لا تسلم يا سيد الناس. ان شاء الله. الدكتور قال مفيش اكل ولا شرب الا بعد ساعتين. الله يسامحك يا ابن عزيز، تحب على يدي عشان عارف اني مش عارفه اشدها منك. تحب على يدك وعلى راسك وعلى رجلك كمان. ربنا يعزك يا سيد الناس، هتحملني ذنب وعر قوي. الذنب ذنب يا أجيال، مش كل اللي حصل لك ده كان من تحت راسي وأنا السبب فيه. حصل إيه بس؟ كانوا عايزين يضربوني بالنار وأنت وقفت قدامي وفديتيني. فداك ألف رشاق. عندنا في البلد لما بنلاقيش لب بنجزجزوه بنكركش بطلقتين. الظاهر إن البنج ده عمل لك دماغ عالية قوي. قل لي هو العروسة اللي كنت رايح لها هي سبب العركة دي؟ العروسة دي مش نصيبي يا أشجان. تعرف الغيب يا والله العظيم من نصيبك يا عبد العزيز، بس اللي يصبر ايه؟ مالك يا أشجان؟ مالك؟ كده يا زيزو أبقى أجريكم وأعرف من بره كده ما تقولش لمريم. يخرب بيتي حد يخش على الناس كده هجم. طب على الله بقى كده اهوت يا فتوى بقى اكون خدت درس وشوف مين عايزك بره. ما تخلصي هتعملي فيها سوسن بدر، مين يعني مستني بره؟ لا مؤاخذه بس كده عشان معانا حريم. طب وانا غريب يعني ولا ايه؟ يا عم بقول لك خليك معايا هنا، معانا حريم. بقول لك طب بقول لك ايه؟ عايزك في مشوار مهم قوي. ها؟
لا انا مش هتحرك من هنا. زيدان بالدوري عايزك في موضوع مهم جدا وهرجعك تاني بالعربية. يلا مين ومال يعني هو زيدان بالدوري هيعضني؟ انا نصها وراجع. ها روح روح ما تاخرش، انا قاعده معاه ساعتين. لا انت بالنسبه لك تروح النهارده اجازه. ما تتاخرش عليا يا زيزو. حارسك ربنا يا سيد الناس. قولي لي ايش كان فوقي هنا، كنت بتوديته في ايه؟ ها لا ابدا، كان بيطلب مني الجواز حبيبتي يا اشجان. لا 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 يا شرشابي، ده اهمال واستخفاف بارواح الناس. وفي ابي لو سمحت ما تقطعنيش، ما هو ما فيش اي سبب في الدنيا يخليك لا انت ولا ابنك ترتكبوا جريمه بشعه في حق الناس الابرياء بالشكل ده. في ابي قسما بالله لو ابنك ده ابن رئيس الوزراء شخصيا لحسيبه لغايه لما اربيه وعلمه الادب، وانت فاهمني طبعا يا شمشادي. ايوه بس ولا كلمه، مش عايز اسمع كلمه. لو سمحت خد الحاج قنديل واستنوني بره لغايه لما اقابل الواد ده واشوف طلباته ايه. اتفضلوا. خليه يدخل يا ابني. تعال يا زيزو تعال. مساء الفل يا باشا. تعال مساء الفل. اقعد معاك سجاير؟ طهقوني. اتفضل يا باشا. ده ايه؟ دي سجاير الغلابة بقى. لطيفة برضه. بص يا زيزو، أنت عارف إن أنا ليا نظرة في الرجالة. أنا معجب بيك من يوم ما شفتك في الاسم. أنت راجل عينيك كلها مفهومية وذكاء. وأنا بصراحة مستخسرك في الناس الغم دول. ربنا يعزك يا باشا. ما أنا قررت أفوق لنفسي بقى وأطلع من الغم. أهو كده. أنت عارف هما جايين هنا ليه؟ عايزين يضغط عليك عشان تتنازل عن المحضر وابنهم الهايف ده يطلع منها. بس أنا مهتم أكسب رجالة يا زيزو. وأنت شكلك راجل. ربنا يبارك لك يا فندم. كان قنديل قال انك عايزني. خلص يا زيزو، انا محتاج حد في ظهري، محتاج حد يخلص لي كل الحاجات اللي انا بعرفش اعملها. خلص عشان عايزين نفضل حاجات اكبر من كده بكتير. مفيش قدام اكبر من حقي، والدم بالدم. بيني وبينك الواد ابن الشابي ده يستاهل، بس انا سمعت ان انت روقت وعلق تموت. ولسه مش هرتاح غير لما يترفض بامر الله. بيني وبينك يستاهل. انت عارف شرشابي دفع كام عشان يدخله الكليه دي؟ ما يدفع اللي يدفعه احسن، خليه يقع بقى يتحسر جنب ابنه عشان يبقى فرح جنب طهور. طب ما تاخد ادي اللي دفعه وتتنازل عن المحضر. ما انا عارف ان انا جاي هنا اتنازل. انت حوشت كام لغايه دلوقتي يا زيزو؟ انا هدخلك معايا شغل. على باب الله يا باشا، بس دمنا ما بنبيعوش. يا ابني انا ما اشتريش دم حد، انا بشتري رجاله. وعندي ليك صفقه هتنقلك من واحد شغيل لحد صاحب مصلحه حلوه قوي. خد كلامي ثقه للاخر. ماشي، اطمن على بنت عمتي الاول واشوف موضوع الشغل ده. 100,000 يا زيزو. تعالى اسلك لك المصلحه اللي في ايدي دي والمكسب بالنص. الله يصلح حالك. هجيب منين 100,000 يا باشا؟ من الشرشابي طبعا. قول اه وانا هخليه يروح البيت يجيبهم فورا. بس الاول نروح المستشفى نطمن على قريبتك. قلت ايه يا زيزو؟ الصفقه مستعجله ومش خساره فيك. لازم تقرر عشان انا ورايا اجتماع ولازم اروح فورا. قلت لا اله الا الله. وبعدين يا لبنى، لا مش كنا قفلنا الموضوع ده وخلصنا خلاص؟ ايه الجديد اللي حصل؟ من فضلك يا دكتور اعتبرني زي بنتك وقدر مشاعري. انا الطلبه ابتدوا يتكلموا عليا، ويعني حفظ التحقيق بالشكل المفاجئ ده خلاهم يفتكروا ان انا فعلا عملت كده، وان انا جيت لحضرتك واعترفت بالجريمه اللي انا عملتها، وان حضرتك حفظت التحقيق. يا بنتي فهميني، ولو قلت لك ان دي سمعه الكليه، وان الموضوع ده لو اتصعد هناك لاداره الجامعه مش بس هيشين اللي عملها ويتخذوا اجراء رادع ضده، لا ده كمان هيدمر سمعه الكليه وطلابها. يبقى برضه لسه مصممه ان افتح الموضوع ده تاني؟ يا دكتور انا اللي يهمني دلوقتي سمعتي، اللي هي جزء صغير برضه من سمعه الكليه. ولو عرفنا مين اللي عمل كده اكيد هنحمي سمعه الكليه وهنضمن ان هو مستحيل يعمل كده مره تانية. وتحب طبعا بعد ما نعرفه ان احنا نفضحه ونقدمه للطلبه على انه حرامي، وبالتالي ندمر سمعته ومستقبله. ده كلام؟ انا عرضت على حضرتك الموقف والحرج اللي انا فيه وسط زمايلي. انا لسه في سنه تانيه يا دكتور، وحاجه زي دي لو فضلت في ملفي ممكن تاثر على تقديري. وبصراحه يعني اللي عمل كده انا ما اعرفش حضرتك ممكن تاخد ضده اي اجراء، بس يعني يا دكتور انا بقيت اخافك الكليه. طب اهدي يا لبنى وقولي لي الاول، انتوا وانتوا في المعمل كنتوا لابسين جلافز؟ لا يا دكتور دي كانت محاضرة ريفيجن يعني قبل العمل.
كده يبقى انا بوعدك ان هجيب لك حقك النهارده، واليوم ده يومك يا انسه لبنى. يا ريت دلوقتي بقى تسبقيني على المحاضره وانا هحصلك. ميرسي يا دكتور. اتفضلي. عبد العزيز، عبد العزيز، عيني يا اخويا يا كبدي، نايم زي القتيل. صباح الخير. زي الخير. تسلمي يا اختي، جيتي في وقتك. عندها معاد الدواء؟ لا، قبل الدواء شيل البتاع ده من دراعي، مؤاخذة عايزة اروح الحمام من نص. حاضر، هناخده معي. قلت لك تعالى يا بنت جنبي على السرير. لا انا صحيت خلاص. رايحين فين؟ شو نقول لك؟ رايحين وجايين طوالي وخلاص. مكتوبة تقولي رايحين الحمام؟ فوتي يا بنت الناس، كسوف مش عيب برضك. يا بوي. المصايب يا جدع، انت بتعاملنا كده ليه؟ ده احنا بوسنا ايد الراجل عشان يدخلنا قبل ميعاد الزراره بشويه. الواد ده مسروق مننا شبر. يا جدع عيب تقول الكلام ده، حد الله يا جدع، دي وش ناس تسرق. يا جدع انا لميت لك الورد اللي في الجناح الاستثماري، نقي اللي يعجبك. وانت يا اخويا فاكر نفسك في استاد ايه اللي شايله ده؟ والله كان نفسي اخش عليك بصندوقين بيره بس بيت قصيره. لا كم ياض يا عم، ما تبقاش عبيط كده يا ده. انا شايف الممرضه واخده منك فلوس، اطلع من الفلوس يا ياض. شاور ما تمدش ايدك وعور يا ده. اطلع يا اطلع يا ياض بدل ما ايه يا اخويا انت وهو جايين تعملوا نمره هنا. طب انا عبد زيزو هطلع اجدع منه اهو. خد، ما تحسبش على الواجب ده. اتفضل. مش عايز منك حاجه، لم حياتك وتوكل على الله. يا عم طفي ابني، انت زعلان مننا ليه؟ ده احنا ما رضيناش نغمص عليك عند قدير والشرشابي. تغمص عليا ليه يا روح امك؟ انا عامل عامله ولا ايه؟ عرفنا مين اللي بلغ عنك يا معلم. بلغ عني في ايه؟ في مخزن قدير. قول هنا الحلاوه. قديمه شافعي. يبقى هناخد الحلاوه يا معلم. قصر يا اخويا وهات من الاخر، مش ناقصات. احنا كنا ناويين نقول لقنديل بس قلنا انت ولا. ما تروح تقول وتطلع من نافوخي. عطيه اللي بيشتغل عند الشرشابي كان بيتصل ليلتها في السنترال، ولما سالناه وشه جاب جاز وعمل بدبادها. ايه مصلحه الشرشابي في ده كله؟ ايوه هي ايه مصلحته يا معلم؟ مالكش دعوه، حل يا اخويا ولم حاجاتك دي وتوكل على الله. يا جدع انت بتعاملنا كده ليه بس؟ عايزين نعرف قصه الغسالات والكارتات والحاجات دي يعني. وانت مال امك بالغسالات والكارتات والحاجات اللي كده يعني؟ بتقص واخرتها يا شبر. واخرتها زي اولتك حبايب، وتشغلنا معاك في المزرعه ونبقى صنايعيه الورشه. تبقى سبوبه المخدرات راحت يا برنس. راحت يا عم الله يرحمها. واحنا نوعدك ان احنا نتعاهد، والعشره دول وعليهم خمسه يبقوا 15. قالوا للحرام احلف. ماشي انا موافق، بس اللي هيفكر يخون يبقى بيلعب معايا لعبه الموت. خد ده مفتاح الورشه، تستنوني هناك بعد ما تفتحوا. والفلوس دي خد انت المفتاح، تدفع 35 جنيه ايجار والباقي شبرقوا بيه نفسكم. بقول لك يا معلم، تحب نخطف لك عطيه نقتله تقرره براحتك؟ لا يا اخويا الطيب احسن، توكلوا انتوا على الله. على الله. تسعه. على فكرة مفيش امتحان هيخلى من سؤال من اللي قلناهم النهارده. وانتوا بقى لو مش فاهمين يا ريت ترجعوا للمعيد، لان انا بعد كده مش فاضلكم. ودلوقتي يا ريت الانسة لبنى لطفي تتفضل هنا جنبي لو سمحت.
أنا ناديت على زميلتكم عشان عايز أأكد حاجة ليكم. زميلتكم لبنى اتهمت بتهريب بعض المواد المخدرة من المعمل، وافتكر معظمكم عارف الحكاية دي، لكن التحقيقات برأتها وعن يقين، وأنا استأذنتها إن احنا نقفل الملف ده نهائي وما نفتحوش تاني. لكن في الحقيقة جاتني النهاردة وترجتني إن افتح الملف ده من تاني. الظاهر إن في حد منكم أساء إليها وأهانها، فأنا بسألكم دلوقتي إيه رأيكم؟ اللي موافق منكم إن احنا نفتح القضية دي من تاني عشان نوصل للفاعل الحقيقي يا ريت يرفع إيده. كده؟ طيب عموما أنابيب المعمل اللي حضراتكم استعملتوها موجودة، وأكيد عليها بصمات اللي عمل العملة الدنيا دي. وكمان أبحاثكم اللي سلمتوها لي من أسبوعين موجودة عندي ومحطوطة في ملفات بلاستيك، يعني عليها بصماتكم كلكم. أنا هدي فرصة أخيرة وهنتظر ساعتين في مكتبي اللي عمل عملته الدنيئة ديت يجيلي ويعتذر بعد ما يعترف. في الحالة دي بقى بوعدكم إن أنا هعفو عنه وهنقفل الملف ده نهائي. ما جاش بقى يبقى أنا مضطر أصعد الموضوع للنيابة العامة. النيابة العامة بقى تشوف شغلها، يعني ترفع البصمات من على أنابيب المعمل وكمان من على ملفات الأبحاث. وأبسط نتيجة هتوصل لها النيابة بعد كده إن هي هتقدم لنا الجاني. عايز أقول لكم إن لبنى لطفي زميلتكم بريئة، وإن للأسف اللي حاول يدسلها المواد ديت ويتهمها كان ساذج جدا، لأنه للأسف ما يعرفش إن المواد دي غير متداولة في المعمل ومتاحة لأي حد، لدرجة إحنا نفسنا كأساتذة بنصرف المواد ديت بمحاضر عشان نستخدمها في أبحاثنا. وختاما بطلب منكم يا ريت تحيوا معايا زميلتكم المحترمة الآنسة لبنى لطفي، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي. عملت بنصيحتك اهو، رحت لوكيل الكليه واديك سمعتي كلامه. انا بقى مش هروح اقف على الباب عشان اعرف مين رايح يعترف، بس انا متاكده ان انت هتعرفي وهتقولي للدفعه كلها، مش كده يا مروه؟ اهلا ابو النور. ازيك يا اياد حبيبي؟ سلامتك يا عم زيزو. الله يسلمك يا قمر، تعبتوا نفسكم بس انتوا. ايه الاخبار؟ خير الحمد لله. الحمد لله تمام. يا عمرك يا زيزو لو عايز حاجه قول لي. ربنا يخليك يا قمر. يا عم اقمر يا عم بقى ما تتكسفش. خلاص بقى يا اياد. يا جدع انت اخونا بلاش كده. يا عم خيرك سابق، هي صوره. بقول لك ايه، ما تيجي نخطفك كده ننزل نقعد على القهوه ناخد لنا 50 شاي بالنعناع ونتكلم كلمتين. لا يا قمر انا مش هتحرك من هنا غير لما اطمن عليها وتقوم بالسلام. يا عم الحاجه جايه ورايا يا وليد، ما تقلقش. ام جايه؟ اه. السلام عليكم يا زيزو. عليكم السلام يا عم اسماعيل. خير؟ المعلم بتاعك بعت لي في مصيبه تانية. يا عم ربنا ما يجيبش مصايب، المعلم عاوزك تقابله دلوقتي حالا في مكتب زيدان الدور. هو انا عندي مشوار صغير كده هبقى احصله هناك. وراي على طول، ما تتاخرش، ده اللي ما تسيبهوش وهاته على ايدك. ماشي ماشي يا اسماعيل. يلا بينا. تصدق قريبتك دي ب 100 راجل؟ اللي عملته ده احرجنا كلنا.
اللي اتعرض نفسها للموت عشان انا اعيش شقياري بقى بتركبني جميل، وجميل عمري ما هنساه. بس انت طلع ليك في اللبش اهو يا عم زيزو وبتسد جامد. ادينا بنروح حر يا عم اياد. بس الخناقه دي كان اصلها ايه؟ الشارع كله بيقول ان انتوا اتخانقتوا عشان الدكتوره بنت الحاج لطفي. لا، دكتوره لبنى زي الفل، محدش يقدر يجيب سيرتها. برشلواد عاصم ده قلب اسود من صغره وكان لازم يتربى. اللي من حق اخبار المصالح يا عم المصالح بتتصالح يا عم زيزو. طب انا رايح الحمام وجاي. يا جدع واضح بيقولوا الاسرار. لا 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 خد راحتك يا عماد، انت مش غريب. خلاص يا عم، خلاص يا عم، بسم الله. ايه يا عم انور تحرك الراجل كده؟ احنا بنسرق. مندوب عدى عليا بيقول المصلحه كبرت قوي، بقت اكتر من فلوسنا بكتير. مصلحه مكون البخار؟ اه، بقت ب 75,000 جنيه. الصلاه على النبي، دي ولعت. هات بقى حته سخنه كده عشان ننضف الهب. حيلت علينا نقسمها، ناخد التلت مثلا، ما ينفعش. طب بقول لك ايه؟ ما ناخدها كلها. اه شكلك مستني مصلحه حلوه ومخبي عليا. عموما الراجل قدامه اربع خمس ايام ويستلم. انت عارف الفلوس اللي معايا. لو انت جاهز دبر نفسك كده عشان ولغينا عشان نلحقه. خليه على الله، اشرب برسلت الشاي عشان خاطر ورايا مشوار. الاسماعيل جالك عشانه؟ ما تسيبك بقى من قنديل وسكك والشرشابي، الناس دي تعبين، السوق بيعمل لهم الف حساب. شوف يا صاحبي، ساعات عشان تتقي قرص التعبان لازم تخش له الجحر بتاعه. الحساب يا بركه. سيبك من دماغ الصعايده وسكك الطار بتاعتك دي يا زيزو. خليه على الله. بقول لك من حق، انا قررت ارجع اقفل غسالات زي ابويا الله يرحمه. اديت مفتاح الورشه للواد بكر وشبر. عايزك بقى تشد حيلك معايا في الراجل اللي اجلوه ده، خلينا نمون بقى ونرجع ندور المصلحه. يا عم الراجل موجود بس ما لقيتش غير شبر وبكر. يا الغلابه وبياكلوا عيش. يلا يا سيدي اقلب بقى شايك عشان نتوكل على الله. يا عم الحمد لله الذي عافانا، بطلت الشاي ده. شاي سبحان مغير الاحوال، والسجاير والمخدرات تبطيل الشاي. الحساب يا سيدي. لا 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 عندنا دي يا عم. لا بس ايه بيه؟ والله العظيم ما ينفع. عيب يا زيزو، انت اخويا. والله ما يصح. عيب عيب. احنا خدنا تلاتة شاي يا عم. لا تلاتة جنيه بيه يا جدع، ده انت خيرك عليا يا جدع. عيب. تصدقي بالله انا اول ما الدكتور طنباري قال حي معايا زميلتكم المحترمه لبنى وانا جسمي اشعر. حاجه على ايه دلوقتي؟ اصل جسمي اشعر دي حسستني ان انت ماشي بجنازه مثلا. لا الجنازه هتكون اللي هيروح يعترف كمان نص ساعه بالظبط. صحيح، ده لو راح هيبقى شكله زباله، ولو ما راحش هتبقى مهي سيطاني الحش يبدا يا حرام. بيني وبينك يا مروه، انت اللي شجعتيني ان انا اروح للدكتور واشتكي له، وشفتي بقى النتيجه تحفه. انا بقى عندي ليكي حاجه احلى بكتير، بس مش هينفع اقولها هنا. ينفع نروح نقعد في اي حته تاني؟ لا ما ينفعش طبعا، انا مستنيه النص ساعه دي عشان اعرف من هو الفاعل الحقيقي في هذه الجريمه. حرام عليك يا مفترين، انا عايزاكي في حاجه تانية خالص. ينفع؟ ينفع على اذنكم. بس يا جماعه، ودي كانت نهايه طالب صيدلي حلم بالاجزخانه، بس يا خساره خاف يروح يعترف للدكتور طنبار. انا اول مره اجي المكتب بدري كده، بس عشان خاطركم غالي عندي ما اقدرش اتاخر. الله يعز مقدارك يا باشا. ابنك راح شغله؟ اه الحمد لله، وصلناه بالعربيه. فهمتوا هيعمل ايه؟ اه يا فندم، مع التقرير بتاع المستشفى الخصوصي بالاسعافات اللي اتعملت. جبت اللي اتفقنا عليه يا نديل؟ طبعا. كل اللي امرت بيه يا باشا. اقعد يا سيدي. عفوا يا باشا. اه تقعد تقعد بس تقعد. خد سمي وافتح الشنطه. كام دول يا باشا؟ اللي اتفقنا عليه امبارح. بس انا لسه لاقي عندهم 10,000 جنيه و15 حساب قديم يا باشا. اهو ده بقى لعب العيال اللي كنت عامل حسابي عليه. سرقت فلوس ابويا من الورشه، ولا تحب ابلغ النيابه؟ اخرس يا كلب. اقعد يا زيزو. مفيش كلاب بتخش مكتب زيدان الدوري يا شرشابي. الله يا باشا، ما مصبرنا عليه غير وجود حضرتك وان احنا قاعدين في مكتبك. لا والله، ما تروح كمان تجيب الطبانجه بتاعتك اللي مش مترخصه وطخ هو كمان. طبانجه معايا يا باشا، وانا ما رضيتش اسلمها عشان كلام سيادتك. دفعت كام عشان ابنك يخش الكليه دي؟ ايه السؤال الغريب ده يا باشا؟ ما عليك اللي مدخله الكليه. مستعد تدفع كام عشان ما يترفدش من شغله؟ يا معالي الباشا المعلم شرشابي، خليه يجاوب يا انديل عشان نقطع العرق ونسيح دمه.
اللي تقول عليه يا باشا. افتح الشنطه وتمم على فلوس الزيزو، لو في حاجه ناقصه مش هتمشي من هنا الا وهي معاك. الدور المية فاضل 25، ودول العشرة اللي عندي مش تطويقة ولا غرامة، لكن أنا كنت موعد بيهم. كفة الغسالات المضروبة، أنت فاكريني نايم على وداني؟ بس أنت عملت الصح يا عندي، راجل بيتربط بلسانه فعلا. أنت بقى مش ناوي تدفع شرشابي ولا عايزني أدفعهم بدالك؟ بس أنت عارفني أنا هاخدهم منك بمكسبهم. لا يا باشا على إيه؟ بس أنا بقى ما بدفعهمش لحق أبوه ولا بتاع زي ما بيقول، أنا بنقذ مستقبل ابني. ما انتوا حلوين اهو، كل واحد فيكم فاهم اللي ليه واللي عليه. ولما ابنك بيغرمك كده يا شرشابي ما تخليه يتلم ويلايمها شويه. لا مؤاخذه يا باشا، ليا معاهم كلمتين كده. انا نازل السوق اقلب عيشي، ومن النهارده عرفت كبيركم زيدان باشا الدوري، ولو حد ضايقني وزنق عليا في لقمه عيشي هجيله، ولو قال لي خد حقك انا كفاءه اخده. طيب استنوني بره يا شرشابي انت والحاج عندينا، انا ليا كلام معاكم، بس الاول اخلص مع المعلم زيزون. هو قال يا حكمة باشا، أنت كبرنا وإحنا رجالتك ومن غيرك ما كانتش هتتحل. استنى. أنت بتعمل إيه؟ أنا خدت حق الإهانة فلوس، لكن الدم ما يجيبوش غير الدم. ما خلصت يا بني آدم. أعمل إيه يا زيزو؟ بعرفه بس يا باشا إن أنا أقدر أطول. اتفضل يا باشا. ضرب النار لا شطارة ولا جدعنة، يبقى اديهوله بمعرفتك. طيب، ده هيفضل معايا لغاية لما أنام. اتفضلوا سموني بره لو سمحتوا. شميت ايدي انا اجيب لك اي حاجه لان هتطلع مش قد المقاس. بتعمل ايه يا زيزو؟ دي فلوسك. انت من النهارده بقيت الراجل بتاعي، مش انا قايل لك ان انا بدور على حد مطقطق ودماغه مسدفه؟ زي ما وعدتك انا ليا مصلحه بيني وبينك هعوضك عليها قريب ان شاء الله. انا رقبت يا باشا. انت عارف انا سبتهم يستنوا بره ليه؟ عشان ما يلحقوش يوصوا عليك حد من السبرسيه بتوعهم. يبقى اللي يديهولك باليمين هياخدوه بالشمال زي ما عملوا مع المرحوم والدك. هو سيادتك عارف؟ طبعا يا زيزو، وانا في مكتبي هنا بعرف دبة النملة في الدايرة، زي ما تقول كده شغلي القديم علمني شوية. خد ده كارت فيه اسم البنك، تروح فورا تفتح حساب وتحط فلوسك هناك. بس النهاردة السبت يا باشا. يا سيدي خليها بكرة. خد كمان دول تليفوناتي عشان تكلمني قبل ما تروح، انا هتصل بيهم وخليهم يعملوا معاك اللازم. يبقى انا كده ابويا ما ماتش. هو الموضوع سري قوي للدرجة دي؟ ادخلي بس. ايه الحاجة بقى اللي أحلى من البراءة اللي سمعتها الدفعة كلها؟ هو في حاجة أحلى من كده بالنسبة لك؟ إنك تقولي لي مثلاً على الفعل الحقيقي. أنا عارفة الفعل الحقيقي كويس وهقول لك عليه، بس قولي لي الأول هتفرحي لما تعرفي الفعل أكتر من فرحتك ببراءتك اللي الدكتور أعلنها قدام الدفعة كلها؟ هو أنت كنت طول الوقت عارفة إن أنا بريئة، مش كده؟ مش أنا بس. الغريبة إن الدفعة كلها كانت متأكدة إنك عمرك ما تعملي كده. وكنت كمان عارفه الفاعل الحقيقي، مش كده يا مرو؟ جاوبي الاول على سؤالي، هتفرحي لما تعرفي الفاعل اكتر من فرحتك ببراءتك؟ انت تعرفي عني كده؟ تعرفي ان دي اخلاقي يعني؟ انا عارفه ان قلبك كبير وانك اهم حاجه عندك براءتك، وانه مش هيفرق معاكي لو عرفتي الفاعل الحقيقي. يا سبحان الله، وانت ايه بقى اللي غير رايك يا بنت السفير السابق؟ ما انا كنت وافقت على حفظ التحقيق، وانت جيتي قدام الدفعه كلها وقلتي انا لو مكانك واثقه من براءتي لا يمكن اوافق على حفظ التحقيق. مرضيك اللي عمل كده يروح النيابه ويضيع مستقبله؟ واللي عمل كده ما فكرش فيا ليه وفي مستقبلي؟ ولا انت خلاص يا مروه الغيره العامه قتلتك وخليتك تزيني في مستقبلي وفي سمعتي قدام الناس؟ لا ابني انت بتتكلمي كان انا ايوه انت يا مروه، وكنت شاكه من اول دقيقه، بس ما جاليش قلب اوديكي للدكتور عشان يحقق معاكي. انت يوميها كنت واقفه جنبي واستغليتي انشغالي في الشرح وعملتي اللي عملتيه، ودلوقتي بقى انت جايه تلفي وتدوري لما الموقف ضغط عليكي. انا بقى بطلب منك تروحي للدكتور وتعترفي، يا اما بقى يا اما ايه؟ لما هتفضحيني وتوديني للنيابه؟ ما انت عارفه البديل اهو، ويعني مكتب الدكتور ما يتوهش. لا يا لبنى ما اقدرش، انت اللي هتروحي وتقولي له ان اللي عمل كده جه واعترف لك وانه صعب عليكي وما حبيتيش تفتحي قدام الدفعه. مستقبلي هيضيع يا لبنى عشان خاطري. وانا ليه ما صعبتش عليكي؟ ما فكرتيش فيا ليه وفي مستقبلي؟
ولا بس انت مستقبلك مهم وانا لا؟ ارجوك يا لبنى خليك انت اجدع مني، انكزيني يا لبنى الوقت بيمر. انا عارفه ان انا غلطت في حقك كتير، سامحيني. حقك رجع يا ابو عبد الرحيم. فلوسك اللي راحت منك اهي وقدهم 9 مرات، لكن عمرك اللي راح في رقبتي ومش حاسبه. سلام يا شرشابي، اما انا النهارده متكيفه منك بشكل بعد اللي عملته. ياه المره دي مجنونه ولا ايه؟ اقول لها سرت 5 اشهر من مكسبي عشان اخوها تقول لي متكيفه قوي من اللي انت عملته. ما كنت هسيب الواد يطرد من شغله؟ طب وديني لو كان ده حصل ما كنت خلصت مني. انا مش فاهم اعمل فيكوا ايه يا بنت. هتطير البرجين اللي باقيين من نافوخ. اخوك خد الفلوس وانت تطير البرجين. انا همشي عريان وامشي في الشارع اهبل كده يعلقوني ياخذوني صنايه المجانين. ايه ده كله على ايه يعني؟ ايه خلاص مش طايق لي كلمه؟ طب وديني اللي همشي. مع الف سلامه. وياك اشوف وشك كده ثاني يا بنت نعمه. ليه كده يا ام النانوس؟ ده انا عماله حتى دافع عنه. خليكي محضر خير. وبعدين لعلمك اللي خسرك ده كله عمايلك السودة عشان تقف في وسط الشارع اللي عطيه تقول هات المسدس يا عطيه. حد يجيب طبنجه فرغها في نافوخها واخلص. نعمل ايه بس؟ مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. والقلب ده عيلك. خلاص رقت هديت خلصت الشويتين بتوعك. ارغي يا ام النانوس. عاصم لازما يتجوز بنت لطفي. ايه اللي لازمها بعد اللي حصل ده كله يا شرشابي؟ لو ما اتجوزهاش تبقى كرامتنا اتبعترت في الشارع كله. ياما ايه علاقه كرامتنا بانه يتجوز بنت لطفي ولا ما اتجوزهاش؟ انا مش ههدى ولا يهنالي بال غير لما عاصم يتجوز لبنى. اياكش يطلقها بعد اسبوعين بس يكسر نفسها ونفس الواد الكهربائي ده. كهربائي؟ ابني ابن الشرشابي اللي انا صرفت عليه دم قلبي لغايه ما بقى في المنصب المهم اللي هو فيه ده بيتنافس مع الكهربائي. طب يا اختي خلي الكهربائي يتجوز بنت لطفي اقل ما فيها انا اجوز ابني لبنت الهوى. ماشي يا شرشابي بس برضو هنعمل اللي احنا عايزينه. أما إيه بالسلامة يا أختي بقى اعملوا اللي أنتوا عايزينه. يا عم أنت عامل كده ليه؟ بس قاضي يا جزمة أنت. أنا بلعب لوكا. لوكا؟
ايه اللوكه دي؟ اسمها يوجا يا اسطى. حاجه بيذنبوا بيها الناس زي ما المعلم زيزو مذنبنا في المخروبه دي، زي اصنام قريش. او قريش دول كلهم بيتعطوا للصفه بتاعتي. الف هلا وشفا. بقول لك يا عم اياد. نعم. طب احنا متقدرين هنا عشان احنا هنشتغل مع زيزو. انت يا عم الجلابيه دي بتعمل ايه؟ ما انا ان شاء الله كمان هشتغل مع زيزو هنا. هتعلمه اللوجه؟ ما قلنا اسمها يوجا يا اسطى. اسمع يا اسطى يا شيوخ انت. اسمع يا قط. احنا الصناعيه كده بنقول الكلام زي ما بيطلع من بقنا. همنون يعني. هتيجي هنا تسيب اللي يقول يقول، والا ترجع المرصح اللي انت جاي منه. فاهم؟ مش حقك عليا، حقك عليا. عبد الاياد هو ايه المسرح ده؟ المسرح؟ طب انا هفهمهم ازاي دول؟ مسرح مسرح يعني مسرح. يا سلام. يعني بيعملوا فيه ايه؟ بيضربوا ولا بيقفشوا ولا ايه؟ قفشوا؟ لا بنمثل بنألف دراما يعني دراما. دراما؟ طب ما تورينا كده شويه دراما؟ نعم. يا جدع بيقول لك ورينا، عايز استرجاك ما رساله ايه؟ اتمسح لنا شويه. صح عندك حق عندك حق. انا هقول لكم على حاجه، انا هقول لكم فزوره واللي يحلها هديله 10 جنيه. 10 جنيه؟ ايه؟ قول واحنا ملوك الفوازير. دلوقتي عندنا بطيطين. كل يومين بيبيضوا بالطين. حلو انا. يبقى لو عندنا ست بطاط في ست ايام يبيضوا كم بيضه؟ ست بطاط في ست. البط ده ماشي مع حد ولا لوحده؟ ماشي مع حد، المهم هيبيضوا كم بيضه؟ ست بطاط في ست ايام. يا عم بنقول بطتين بيبيضوا. يا جدع ما انا بفكر اهو، انا بفكر بشوف ام البيض اللي هيخلينا يفرش مع الوز والبط اللي ماشي ست سنين ده. ما تقول له بيبيضوا كم بيضه. طب هو البط بيبيض ولا بيتزغط؟ انا احلها لك انا. بيبيضوا كام بيضه يا 18. اقسم بجلال الله. اطلع بال 10 جنيه. وانا عايز بطيخ. لا. صبح يا ابو النور. يا زيزو. يا عم قول مساء الخير، العصر قرب. مش فارقه، خلص عايزك. لا لا انا اللي عايزك، تعالى هنا. الراجل ده حبيبي قوي، والتلفزيون بتاعه مدوخه. طب انت مطلع التيونر ده ليه؟ يعني بظبط. لا يا معلم ده مسافر، هات واحد جديد احسن. بس مستوى جديد. طب بقول لك ايه؟ هات واحد مستعمل، روح عند صلاح في الممر التاني، قول له انا جاي من طرف زيزو هيديك واحد زي ده بالظبط. نصلحه خلاص ونوفر. انا جاي معاك عادل يا ريس، روح بس قول له انا من طرف زيزو والحساب سيبه عليا انا. شكرا يا زيزو، السلام عليكم. عليكم السلام، تعالى يا ريس. ايه؟ لحقت تزهق من المستشفى؟ لا ده انا جاي عشان المصلحه وراد التاني على طول. خد يا معلم. دول ال 75,000 جنيه اللي طلبتهم. يعني ايه؟ هتشيل ليه لوحدك؟ يا جدع عيب، حط فلوسك عليهم واحنا نتبارك. انت بس روح للراجل ادفع له، لو عنده اي مصلحه تاني شيلها على طول. لا انا كده بدات اقلق. ليه بس يا عم؟ احنا مع بعض اهو. بص يا زيزو، انا مش عايز فلوس مشمومه تخش في شغلنا. اخص عليك يا انور، اخص. الفلوس دي بالدم وكتاب الله بالدم يا جدع، وعليهم قرشين كانوا ليا بره، وفيهم القرشين اللي ابويا راح بسببهم. مش عارف يا زيزو، انت كده بتشيلني مسؤوليه كبيره. عارف وانت قدها، بس اسمع يا انور مش هقول لك تاني. لو مش مالي ايديك 1000% من بكري ده، يبقى استنى لما البكا يبقى على راس الميت. يعني ما تطلعش جنيه غير لما تطمن على بضاعتك والعربيات تيجي وتقف وتحمل وتفرس كمان. ولو دخل في قلبك ذره شك انفض ايدك. انت زي ما انت شايف احنا الحمد لله بقينا برنسات وحمل، وممكن نحط على اي مصلحه. بس زي ما انت بتقول ايه؟ دينجا 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 دينجا. بص يا عمنا، انا هخش معاه الاول في موضوع المكاوي بال 75,000 جنيه، ربنا كرم وبعنا، نشوف غير. طب والعمليه دي تصرف معاك قد ايه وقت؟ قول اسبوعين ماشي؟ الله كريم، خد بقى الفلوس دي خليها معاك. لا لا يا زيزو تتنظر يا زيزو. يا جدع بقول لك خليها معاك، يعني احط لك الفلوس في باستيلا ولا شكاره؟ الله. خصم يا عم النسبه اللي انت عايزها وشيل الفلوس بتاعتي معاك، وانا هعدي عليك اخدها منك بكره قبل الظهر، ماشي؟ على خيرة الله. اجيب لك 50 شاي؟ لا انا اتغديت شاي من الصبح. يا جدع انت بتزهقش من الشاي ده؟ ايه بعد كده هات لنا 2 فخفخينه. لا 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 يا زيزو، الفخفخينه والفلوس بيتنظروا. ماشي. من الحق. ايه؟ هبعت لك الواد اياد وشابرو، تبعتهم للراجل بتاع المواتير والحلل، يدولهم 5 حتت، ماشي؟ ماشي، في وجود اياد انا بطمن. مش هقول لك بقى يا ابو النور، كل اللي ربنا بعته لي انا والعيله بين ايديك، وربنا هو الحفيظ يا اخويا. مش بقول لك مش هيلني مسؤوليه؟ وانت قدها. اسحب انا عشان الحق امي في المستشفى. سلام. سلامة كينج.
اهلا بالوقت الندل اللي ما تمرش فيه لقمه عيش كانها سوا. مفيش واطي بيعرف ياخد حقه يا معلم، انا جاي عشانك مش عشان. ومين قالك ان انا عايز من خلقتك اي حاجه؟ لا عايز، عايز ونص كمان. طب قوم دلوقتي بدل والله العظيم. ايه يا معلم هتضربني بالنار انت كمان؟ انا حفظت سرك وخدمتك وصمت عيشك وملحك. لا في دي عداك العيب وازح بأمارد، ما بلغت عني وكتبت واحضر في ابن الشرشامي عشان تضيع مستقبله. اهو طول ما انتوا بقى بصر لي من فوق كده مش هتفهموني، لكن ملحوق. قوم دلوقتي يا زيزو، قوم دلوقتي ونصيحة، خاف مني. اسمع بقى يا معلم، انا جاي ادلك على عدوك عشان عارف ان دماغك مش هترتاح الا لما تعرفه. عدوي ما كبرليش واخد حقه وطول لسانه عليا وقفل الباب اللي بيني وبينه. جايلي ليه؟ جايلك عشان انا عرفت مين اللي بلغ عني وعنك وكان عايز يحبسنا احنا الاثنين عشان يقول مين قدي. بصارة الدرويش الصغير بيهم براسه لفوق وطلع له ريش وضوافر وبدأ يهبش في مولانا الكبير اللي علمه الدروشة. عطية. اهلا بالوقت الندل اللي ما تمرش فيه لقمة عيش كانها سوا. مفيش واطي بيعرف ياخد حقه يا معلم، انا جاي عشانك مش عشان. ومين قالك ان انا عايز من خلقتك اي حاجة؟ لا عايز، عايز ونص كمان. طب قوم دلوقتي بدل والله العظيم. ايه يا معلم هتضربني بالنار انت كمان؟ انا حفظت سرك وخدمتك وصمت عيشك وملحك. لا في دي عداك العيب وازح بأمارة ما بلغت عني وكتبت واحضر في ابن الشرشابي عشان تضيع مستقبله. اهو طول ما انتوا بقى بصر لي من فوق كده مش هتفهموني، لكن ملحوق. قوم دلوقتي يا زيزو، قوم دلوقتي ونصيحة، خاف مني. اسمع بقى يا معلم، انا جاي ادلك على عدوك عشان عارف ان دماغك مش هترتاح الا لما تعرفه. عدوي ما كبرليش واخد حقه وطول لسانه عليا وقفل الباب اللي بيني وبينه. جايلي ليه؟ جايلك عشان انا عرفت مين اللي بلغ عني وعنك وكان عايز يحبسنا احنا الاثنين عشان يقول مين قدي. خسارة الدرويش الصغير بيهم براسه لفوق وطلع له ريش وضوافر وبدأ يهبش في مولانا الكبير اللي علمه الدروشة. عطية. عطية بتاع الشرشابي؟ ليلتها كان في سنترال الأوبرا، وطبعا انت فاهم بقى البلاغ اللي راح ضدنا للحكومة راح عن طريق التليفون، ولما تسأل وشه قلب تعلب وعينيه غربت. وطبعا انت فاهم المعلم شرشابي كان لسه قافش حصته من الغسالات بتاعتنا المضروبة، قال لك خلاص اضرب كرسي في كلوب المعلم قنديل البارودي وانفش ريشي في الشارع وقلوع زي ما انا عايز. عرفت بقى ان مش ندل ولا واطي؟ عرفت بقى ان صمت عيشك وملحك يا معلم قنديل؟ وانا ايه اللي ياكد لي الكلام ده؟ يمكن جات تصطاد في المال عكرة وتضربنا في بعض. اه عطية عندك تحت ايدك، هات وانت هتعرف وانت تقدر. انا ماخدش حاجه مش من حق يا معلم، والعشرة آلاف جنيه دول وعدك ليا مش اكتر، بس امان عليك لو جيت في يوم دقيت بابك واحتجتلك ما تقفلوش. اللي النهارده ما تحتاجوش رق بكره تحتاجه طار. سلام. والله لو طلعت انت اللي عاملها شرشابي وحياه امي ما هرحمك. ما تقول لنا فزوره. اهو حياه ابوك بس ما كنتش فيها بيض. ماشي ونشوف اخرتها في ورشه الفوازير دي. قنبله وقعت على قهوه عملت ايه؟ ايه؟ بن! كفايه لحد كده يا رجاله، متنا شغل، بكره ما نجيش. يلا يا اسطى لو سقط وعزل على فين يا عم طهو؟ انت مال اهلك ياض؟ انت هنا صبي واللي يقول علينا استوات هو اللي يمشي، فاهم؟ طب
طب ادوني المفاتيح وروحوا زي ما انتوا عايزين. المفتاح ده مين اللي اداهولي؟ زيزو. يبقى مين اللي ياخده؟ هاخده انا منك. لا زيزو. في ايه يا جدعان؟ احنا نبدا خناقه بقى من اولها ولا ايه؟ تصدق بالله دي عمنا دي تثبيته زي العسل. انا مش عارف احنا قاعدين بنعمل ايه في المخروبه دي. المخروبه دي يا شبر وهتعمل وتبقى زي الفل ان شاء الله. اخطف رجلك لحد انور هيديك بضاعه حملها وتعالى هنا على طول. وبامر الله اياد هيمسك الحسابات والماديات. حسابات ايه وماديات ايه يا اسطى؟ واحده في بدا وبعض ماديات. اسكت يا هتعرف بعدين. وانت بالذات بقى تقعد هنا. طب ما امسك انا الماديات واياد يمسك اي حاجه تعجبك. ما رايحش عبره يا عم، شغلك ودوره براحتك. طب دفعت الايجار؟ طيب اكيد نسيت. ده بيسالني انا؟ انا قطه واحده شبره. يعني انا نسيت؟ اكيد. خلاص نسيت. صباح الفل. هو ده اللي انا خايف منه. هات يا اخويا الفلوس. جبت بيهم سجاير وشندوتش ومشبك. ايه؟ مشبك عشان شعره بيقع. عشان شعره بيقع؟ انا عشان كده بقول ايه امسك الحسابات. خد يا ايه. شوف اخرك. طلع من دول 35 جنيه. آه. تدفع الايجار. لحد ما اخطف رجلي اروح لحد المستشفى اشوف قريبتي هتطلع ولا هتطلع امتى ان شاء الله. تمام. هتيجي بضاعه تخزنوها في الورشه لحد ما نشوف المخروب اللي بره ده نركب له قفل جديد. ماشي الكلام؟ تمام. تمام الكلام. ماشي عم زيزو. اتفضل يا باشمهندس شابرو. ماشي. بقول لك يا زيزو، فهموا ان انا قديم عنه. مش لما افهم انا الاول؟ يعني مش عايز ازمق منك واسيب الشغل يتحرق على دماغك ودماغه ودماغ الكلب ده. يا شابرو بتهدد لعب شويه. يا جدع اسكت، لما شابرو يتكلم ما يسمعش غير الصمت. شابرو طب انا بقى اعطالك ودانك دي عشان ما تسمعش حاجه خالص. يا بابا نزل المطوه دي يا اخويا، انت هتشتغلوني ولا ايه؟ تزمق وسيب الشغل. هتروح فين يا قرد وانت اللي تجيبك موزه؟ بكره ان شاء الله بامر الله بعد الظهر هنركب اول غساله مع بعض، وبعد كده الباقي عليكم يا رجاله. حلو الكلام؟ كلام ايه يا كلام؟ ربنا يستر. يلا يا عم. يلا يا عم. يلا يا ولد. يلا من هنا. يلا من هنا. بقول لك يا جدع يلا من هنا. انا اخويا انت وهو. اتفضل. والنعمه يا خالتي زي ما بقول لك كده، كل ما اروح في حته الاقيه ورايا عمال يفرك كده يفرك. عارف يا زيزو؟ كل ما اروح في حته كده داير ورايا داير ورايا. بالله يا مريم. حكيم قالت تحكي لك قول عليه بس يا بنت خالي، خلينا نضحك خلي الهم ينزاح. يعني الكلام ده بجد يا بنتي يا مريم؟ خسارك يا خالتي، هو انت مستكتره عليا ولا ايه؟ والنعمه دكتور وعمال يلمح كده في حاجات كده مش فاهماها، بس انا بقى مش موافقه. عارفين ليه؟ ليه يا ام النصاحه؟ والنعمه علشانك انت يا زيزو. يا بنت هو ده وقته؟ خلينا ما نتكلم جد قدام قريبتك اللي مش عايزه تهوينا وتروح البلد ديت وقدام امك كمان. اسمها والدتك يا بنت. ماشي زيزو، انت اللي مش عايز تتجوزني. والله العظيم يا زيزو والله العظيم ما تلاقي حد في الدنيا يحبك قد مريم. انا هقول لك ما بتجوزكيش ليه يا مريم. مره واحد غلبان اتجوز واحده اغلب مني، خلفوا عيال وفضلوا يلطموا في الدنيا والدنيا تلطم فيهم، واخره المتمه سرق ومات بحسرته. عارف الراجل ده يبقى مين؟ يبقى ابويا. بس الدنيا اتغيرت يا زيزو، والزمن ما بقاش هو الزمن. الدنيا هي الدنيا. اسمعي يا مريم، خلي كل واحد مننا يروح في طريقه، يمكن ربنا يكرمنا. قالوا لما حد يحتاج للتاني يلاقيه ويسند عليه. راح فين يا بنتي يا مريم؟ ماشي عزيزة، انا بحبك اكتر، احبك طول العمر، ولا يهمني ولا غيري ولا فقر ولا اي حاجة. انا عايزة ابقى عملك كده. كسرت خاطرها يا ابو عزيز. سيبيها يمكن تفوق لنفسها، ويا ريت بقى الدكتور ده يصدق في كلامه ويتجوزها. يلا يا ماما توكلي انت على الله. لا يا ابني روح انت يا ابني، انت تعبت قوي. ازاي بس يا ماما انا بايت هنا معاها؟ روح انتوا الاثنين، انا مش عايزه اتعبكم، انا هقعد لوحدي. ويا مين الله انا اللي هبات معاه. خلاص امي حكمت يا شيخ. اه من حقها يا ماما، عندي ايدي حته دين مفاجاه. انما ايه؟ خير يا ابني. انا ربنا كرمني بقرشين كده وهخليك تحجي. خلاص حاج دي ومنونه يا ابني، بس حاجب الفلوس منين؟ الفلوس موجوده الحمد لله. تقدر تقولي كده حق عربه فاهمك بعدين. السلام عليكم، عايزين حاجه؟ لا يا ابني يزيدك ويبارك لك يا رب. خير يا سيدي المعلمين، انا قدامك اهو. يا معلم عطية يا سيدي المعلمين، اللي يخون في شغلانتنا دي يبقى غشيم.
وهو مين بس اللي خان يا معلم يعني؟ ما هو الخيانة ما بتستخباش، ولما بتبان بتبقى خراب مستعجل. لا اللي وزك هينفعك ولا اللي قال لك تخبص هيفيدك. انا اخبص عليك انت يا معلم؟ طب ليه بس؟ فاهم؟ ما هو ده من غباوتك. ما انت بتشتغل، بتشتغل باجرتك، لا ليك في الطور ولا ليك في الطحين. تخبص ليه؟ لا هيقدمك ولا هيأخرك. انا مش فاهم يا معلم انت بتتكلم على ايه، بس فهمني برضه يا معلم. انت سامع اي صوت هنا يا عطيه؟ لا يا معلم. ايوه مفيش صوت. يعني لو ما اتكلمتش طلقه من المسدس ده تعدي من مخك الغبي تطلع من الناحيه التانيه، وبعدين هتويك، هتويك زي الدبيحه. ولو سالوني هقول ما اعرفش عنه اي حاجه. هتتكلم انت؟ حنطة يا معلم، حنطة. مين اللي وزك؟ مين اللي وزك تبلغ الحكومة على الغسالات والكارتات اللي في المخزن؟ أقول لك وريحك، ليا رجالتي في الاسم قالوا لي على كل كلمة أنت قلتها. طب وكتاب الله يا معلم؟ زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط يا معلم. وربنا والله يا معلم، والله يا معلم. أوعى بتشاهد على روحك يا عطية، ودع الدنيا. حقول يا معلم، حقول. مين؟ الشرشاب يا معلم، هو اللي وزني وقال لي قول الكلام ده، ولو ما قلتوش هيقطع عيشي ويسجنني زي ما سجن بهلول جوز بنته. ايه السبب؟ معرف يا معلم، بس هو كان دايما يقول ان مفيش حد في السوق كله سابقه بدماغه غيرك انت، وطول ما انت موجود مش هيعرف يعمل اللي هو عايزه. اللي هو ايه؟ وكتاب الله يا معلم، ما اعرف اكتر من اللي قلته لك. ابو سيدك، ابو سيدك يا معلم، والنبي معلم لو عارف جمله من اللي انا قلتهم دول هيقطع رقبتي. عندي عيال يا معلم. قوم واقف. حاضر حاضر حاضر. ولا اكني شفتك. فوت. ربنا يكرمك يا معلم، ربنا يكرمك يا معلم، ربنا يكرمك يا معلم. هنوقف عليك يا عزيزو. جبت لنفسك يا شرشابي. ايه يا لبنى، رايحه فين؟ رايحه لدكتور تنباري المكتب. دكتور تنباري مش في مكتبه، ده في المعمل. بجد؟ طب شكرا انك قلت لي. طب احنا مش في منا كلام ولا ايه؟ ولا صرفتي نظر وقلت هنسى؟ لا ابدا، ده انا حتى مبسوطه جدا النهارده ان الدكتور تنباري اظهر براءته قدام الدفعه كلها. ما انا عارف، انت حتى عامل كمين محترم للي عمل فيكي كده. انت بقى مش ناويه تظهري براءتي انا كمان؟ براءتك؟ براءتك من ايه؟ طب تعالي نقعد في اي حته نتكلم، عزمك على حاجه وهتعرفي. معلش مش هينفع، اصل انا لازم اعرف بابا. تعرفي بابا؟ والله دي حاجه مشجعه قوي. طب ما تيجي معايا بقى الدكتور تنباري، هقول له على حاجه هتشجعك اكتر. حاجه ايه؟ تعالي بس معايا وانت تعرفي، يلا. انا متشكر جدا يا دكتور صلاح، في الحقيقه انا مش قادر اعبر لك عن مدى سعادتي بالخبر اللي سمعته من حضرتك. فعلا يمكن ده احسن خبر سمعته من 3-4 سنين. احنا ما نقدرش نتاخر عليك يا دكتور، ما تتصورش الموضوع ده كان صعب قد ايه، بس احنا زلنا كل العقبات وان شاء الله يروح ويرجع بالسلامه. قول ان شاء الله يرجع لنا بالدكتوراه يا دكتور. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. العفو. مازن ابني، عن اذن حضرتك. اتفضل. ايوه يا مازن، جيت في وقتك يا بطل. ازيك يا لبنى يا بنتي؟ الف الف مبروك ليك، عندي خبر بمليون جنيه. ده شكل حضرتك مبسوط قوي. جدا جدا. طب قول بقى عشان انا كمان هبسطك. هقول لك يا مازن. خير يا لبنى يا بنتي؟ في مشكله ثانيه ولا حاجه؟ لا يا دكتور، ربنا ما يجيبش مشاكل. انا بس جاي يعني ترجع حضرتك انك تصرف نظر عن موضوع النيابه، وان اللي عمل كده يجي لك المكتب يستسمحك. يعني يعني ايه؟ لا يعترف ولا نيابه ولا حاجه؟ لا لا لا، اسمحي لي يا لبنى يا بنتي، انت كده بقى تبقي بتهرجي. في ايه بقى كنت جايه لي وبتعيطي وسمعتي يا دكتور واللي انا عملته ده كله، وفي ايه كلامك دلوقتي يا بنتي؟ يا دكتور، ما هو اللي عمل كده جالي واعترف، وبصراحه يعني مرعوب يجي لحضرتك، خصوصا ان الدفعه كلها قاعدين بره مستنينه يشوف هو جاي يعتذر لك. انا بترجاك يا دكتور بس انك تسامحه وتعفيه من ان هو يجي المكتب. عموما يا بنتي انا بحييكي وبحترم روح التسامح اللي فيكي ديت، وعموما
حضرتي فرحان جدا 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 بالخبر اللي سمعته دلوقتي، ومستعد اعمل اي حاجه ترضيك يا لبنى. ربنا يخليك يا دكتور، عن اذنك. العفو يا بنت، اتفضلي. استني يا لبنى ثانيه واحده، عايز اقدم لك بقى لبنى لطفي، احسن طالبه عندي في السكشن. ايه يا مازن يا ابني، انت ناسي ولا ايه؟ لبنى دي تلمستي يا دكتور. اصبر عليا، انا بعرفك بيها بطريقه مختلفه خالص. اوعى تكون عايز تقول لي انك معجب بيها، وانها ان شاء الله هتكون قرينه معالي سياده المعيد المنتظره والشويتين اللي بتعملهم معايا دول. سيبك من الكلام ده كله دلوقتي يا مازن، وتعالى معايا. ايه الراجل اللي بتعمله ده؟ عايز اعرفك، الدكتور صلاح من اداره الجامعه، الراجل جه وتعب نفسه وجاب لنا بشره عظيمه، البعثه بتاعتك وصلت اداره الجامعه. أمريكا في انتظارك يا بطل. مازن ابني يا دكتور صلاح. أهلا وسهلا دكتور مازن، ألف ألف مبروك. تروح وترجع بالسلام، عن إذنك. الله يبارك فيك يا دكتور، إحنا متشكرين جدا جدا على تعبك. شكرا. مع ألف ألف سلامة يا فندم. إيه يا بابا اللي أنت بتعمله ده؟ أنت حركتها جدا. اسكت أنت، اسكت. لا مؤاخذة يا لبنى يا بنتي، أصل الولد مازن ده دايما بيعمل معايا النمر ديت، يعني متدلع وعامل لي فيها روميو، وكل يوم والتاني يجيب لي واحده ويقدمها لي على ان هي قرينه المستقبل. اتعودت على كده بقى. بعد اذنك. اتفضلي لبنى. استنيني يا لبنى ثانيه. نازل. وايه اللي حضرتك عملته ده؟ افهمني بقى، قلت لك امريكا في انتظارك، انت من هنا ودلوقتي ما عندكش اي وقت انك تخطب وتحب وتعيش الدور دوت. اسمعني يا ابني، بكره تروح امريكا تنسى لبنى واللي زيها، وهي كمان هتنساك، وتتعرف لك بقى هناك على واحدة خواجاية وتتجوزها وتجيب لك عيال بالألوان الطبيعية. مبروك عليك أمريكا. برضو ما كانش بالطريقة الغريبة دي، عن إذنك نبقى نتكلم في البيت. مازن سن إيه بس؟ الواد زيزو ده لازم نخلص منه بأي طريقة. يعني اشتغل مجرمين على آخر الزمن ولا ياشر شيابي؟ لا، الواد كبر قوي وعدى، وانا قلت لك ده سابقنا في لم القرش. ما انت شايف الدوري معجب بيه ازاي؟ يعني انت كل واحد مش هيعجبك هتخلص منه؟ يعني مش هيفضل حد في شارع عبد العزيز؟ الله، وبعدين معاك دي، ما احنا طول عمرنا عايشين على الحلوه والمره مع بعض. يعني انا لو كنت وقعت في موضوع الغسالات ده كنت يعني هتقف جنبي؟ اقف جنبك؟ ده انت راجل رمى صحيح. امال مين اللي راح معاك الاسم ووقف معاك وعمل اللازم؟ ده انت ما يتمرش فيك ابدا. لبنى يا لبنى، انا مش هينفع اجري وراكي كده في الكليه. لبنى من فضلك اديني فرصه وانا اشرح لك ايه اللي حصل. انا شاطره كويس قوي يا دكتور، ومش محتاجه حد يشرح لي، انا اذنك. يلا يا اخوانا شدوا حيلكم يا اخوانا، مش هينفع كده يا عم. بلاطه خلاص يا عم، مش كنا جبنا؟ ما تزعقش بقى يا شباب، خلينا الناس تخلص. ايه ده يا عم، ايه ده يا عم؟ تقوم بره الكاميرا يا زيزو. اهو اهو عربيه صفراء اهي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ما شاء الله اصفر بره وجوه. ايه يا عم السياحه اللي انت عامله في المنطقه؟ حبيبي يا حبيبي، حبيبي يا معلم، نورت مكانك. مبروك يا صاحبي. الله يبارك لك، ربنا يفيك شرها. ايه ده باشا، الله يفيك شرها ويرزقك خير. عامله كام ديت يا زيزو؟ يا عم انت مش فاهمك، مش فاهمك انت يا عم شبرو. تعالى وريني عملت ايه في المحل وفي الوجه. اخدنا وش نضوه فاضل وشين وبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا عم، عايز وش شحم يا عم اياد؟ يا عم اصبر بس، خش عين بس، بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. خلاص زي الفل، مش هخش دلوقتي لما تيجي اليافطه بقى. الله، انت مش انا حالف ما اخش غير لما تيجي اليافطه. يا زيزو انت مش قلت ان انت راح تجيب اليافطه؟ ما انا حملتها في عربيه وزمانها داخله علينا دلوقتي. طب على بركه الله، تعالى يا عم تعالى. يا دي وقفه الشباك اللي جايبه لنا الكافيه دي، يا دي النيل عليا وعلى اللي جابني في يومي الاسود. يا بت يا بت، اعملي اي حاجه بدل الوقفه المنيله دي. اهدى 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 اهدى، هو فرح بنت قنديل بينصبوا له من دلوقتي؟ فرح ده ان شاء الله احسن من الفرح 100 مره. يا اختي ما انت عارفه شارع عبد العزيز طول عمره زحمه، عامل زي المولد اللي ملوش صاحب. شارع عبد العزيز النهارده ياما طلع له فص الماس. فين يا اختي فص الالماس اللي طلع له ده؟ ما هو ياما في وشك اهو. اعمتي مش شايفه اليافطه الحمراء اللي عمالين ينصبوها؟ يا اختي ما كل يوم بيفتحوا محل ويقفلوا محل. محل مين ده؟ زيزو، المعلم زيزو على سن ورمح الكهربائي. ده كان زمان، وان شاء الله هيجي اليوم اللي يجي على ادخن معلم ويقوم لسعه على قفاه. معلم مين يا بنت اللي هيلسعه على قفاه؟ ما قلتلك 100 مره فوق لنفسك بقى، قلتلك 100 مره السكه دي اخرها سد. يما لو سد هسلكها لك، ما تخافيش هسلكها.
مش ده الواد اللي ما كانش عاجبك انت وابويا وبتقولوا عليها لقمه طريه؟ طب هو واقف اهو سبع، بصي سبع اهو، وبيفتح محله وهيبقى سيد الرجاله ان شاء الله. المهم ابوكي والرجاله اللي زيه هيسيبوه؟ قولي لي يا بت، الكهرباء اللي انت طالعه بيه السما ده، يا ترى انت ماليه ايدك منه؟ يعني هيجي لغايه هنا ويطلبك من ابوكي؟ يما هي الكوتشينه مش بتتلعب ايه؟ ورقه ورقه؟ صح. طيب اهو ما نطلع بالورقه الاولانيه عشان تقر وتسحب معايا في اللعب. العبي يا اختي العبي، ما نشوف مين اللي هيقش. ما هي دي الورقه بقى اللي هتفتح لي الدور كله. ممكن افهم حضرتك بتكلمي مين في التليفون؟ رد عليا يا بنت قبل ما اخلي نهارك زي وشك. يما اصبري شويه اصبري، وبعدين طالما زي وشي يبقى هيبقى ابيض وزي الفل ان شاء الله. ايوه يا متر ازيك يا اخويا سناء الشرشبي، مش كده؟ احفظني شويه. امتى يا متر؟ والنبي صحيح يا الف نهار ابيض، هتكتبها النهارده؟ انت بتكلمي مين يا بيتش؟ لا ما تبعتليش حاجه على عنواني، انا هعدي عليك. اجيلك امتى؟ حاضر قبل المغربيه ان شاء الله. سلام عليكم. حرام عليك يا سناء، انا بقيت عايشه معاك يا بنتي في فيلم رعب. خلاص بقيت عامله زي الاطرش في الزفه، ما بقيتش فاهمه حاجه. انا مش مسؤوله عنك، انا هبعت اجيب ابوك يرقعك علقه موت عشان اخلص. والنبي تخرج ابويا من الموضوع ده خالص. وعلى فكره انا عارفه سكتي كويس. طب ما تعرفيني سكتك، ده امك حبيبتك. رايحه فين يا بنت؟ يما نازله اعمل الواجب، نازله بارك للراجل على المحل بتاعه، نازله بشره بالورقه اللي هتوصل لي النهارده. ورقة ايه يا بنت ريحيني؟ ورقة طلاق يما. يخرب بيتك طلاق؟ طلقتي نفسك يا بنت؟ لا ما تخافيش، هو اللي اتحطت فوق رقبته الجزمة القديمة لغاية لما طلقني. ولا انتوا كنتوا عايزيني استناه لغاية لما يطلع من السجن ويشبهني معاه؟ ولا تلاقيني عايزة اقعد جنبك لغاية لما اخلل؟ لا لا خلاص، انا ما بقتش مسؤولة، لازم ابوك ياخد خبر. يا ناري يا خوفي، لو ابوكي خد خبر حينيل عيشتي انا قبل عيشتك. اروح منك فين يا سناء يا بنت بطني؟ اروح منك فين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يملاه لك بركه يا زيزو يا رب. رضاك ودعاك ونفسك معانا يا عم الحاج، قوم بالصلاه على النبي. الامر لله وحده يا ابني، وخلي بالك كل اللي زيه زي الناس عمر ما يعتاس، ما فيش امر بيننا ولا طلبات بيننا ابدا. شوف حواليك كده ايه الايجارات اللي ماشيه ازاي، وانا اخر واحد وانا تحت امرك. عداك العيب يا عم الحاج، بس لازم تقوله قولك يعني، عشان ده برضو ابنك ولازم انت اللي تسميه. اسمي ايه؟ اسمي بيني وبين زيزو ابني برضو تسميه؟ طب انا طالب 500 جنيه ماشي الحال؟ قليل يا حاج. كتير يا عم زيزو، انت مش شايف المساحه قد ايه يا عم؟ ربنا لا يجعلك من قطاع الخير يا اخي، وانت هتدفع حاجه من جيبك؟ ده خلى الراجل يبقشش علينا. شوف يا عم الحاج، صلي بينا على النبي وعلى صلاه السلام. عليه الف صلاه والسلام. انا هدفع 5000 جنيه. ايه؟ ايه؟ انت بتقول ايه يا زيزو؟ بطل هزار بقى يا ابني، خلينا نخلص. وربنا ما بهزر يا حاج رمضان، انا هدفع 5000 جنيه شهري، وبعد 10 شهور كده يبقوا كام؟ 10 ب 55. المحل يقلب تمليك. تمليك بالقسط يعني؟ يا عم الحاج ده مبلغ معقول، وبعدين انت لازم تسامح برضه في مع زيزو. انا بأجر يا انور يا ابني مش بملك. يا عم رمضان المحل محلك، اي وقت عايزه افضيهولك وقتي. 50000 في المعقول وزي الناس على قولك. في المعقول يا انور يا ابني لو الدفع فوري. طب صلي بينا على النبي وعلى الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا مش هقولك 11 شهر، انا هدفع 12 شهر من ابو خمسه. ها ها بقوا 60000 جنيه. ايه يا عم الحاج، شايف المحل شكله قد ايه؟ قد كده. نفسي اعرف دماغك بتروح لغايه فين وبتفكر فين يا ابو عزيز يا ابن عبد الرحيم. بتروح لحد قلبك السمح ووشك الطاب يا عم الحاج. سمعنا مبروك بقى. مبروك عليك بقى يا ابني فتحه خير، ويجعل الدكان دكانين ثلاثه. امين امين. ربنا يخليك يا عم الحاج. تحب نسجل النهارده ولا لما تفضى؟ لا خير البر عاجل يا ابني، انت مش جبت عربيه؟ نخطف رجلينا احنا الاثنين ونروح لغايه الشهر العقاري اللي في العتبه، خلينا نخلص بالمره ونشوف مصالحك وشغلك. خلاص يا عم الحاج،
خلاص يلا يا اخوانا، كل واحد بقى يرزع عندته هنا شهود على النسخه دي والنسخه دي. انا الباسبور يا عم زيزو. يا عم انت هتمضي مكان المشتري، انت اللي هتدفع المبلغ كله. اكتب بقى يا عم انور، يتسلم الطرف الاول بين قوسين. لا بين قوسين، ما تكتبليش بين قوسين. يعني قوسين كده بين قوسين. عارفها. اكتب اسم الحاج ثلاثي، مبلغ وقدره 5000 جنيه، كل اول شهر ميلادي. ميلادك انت؟ كل اول شهر ميلادي اللي هي بالياه الوزه دي. بالياه الوزه يا اخويا، من تاريخه. اتفضل يا عم الحاج. كل شهر يا ابني ربنا يجعلك مستور ويخلي لك ولاد الحلال ويخلف عليك بالحلال. ربنا يخليك يا عم الحاج. على ان يستلم الطرف الاول بين قوسين. عارفها انا دي بقى. اسم الحاج ثلاثي، المبلغ المذكور اعلاه لمده 12 شهر. ويحق للطرف الثاني بين قوسين. قوسين كتير قوي، كتير قوي بين قوسين. كمل يا ايه. على ان يحق للطرف الثاني بين قوسين، اكتب اسمه ثلاثي. تمام. التصرف بالصاد وزع في المحل موضع التعاقد بالبيع والايجار لنفسه وللغير دون الرجوع للطرف الاول. الطرف الاول تمام. امضي يا عم الحاج. يلا يا سيدي البركه. ايه الشطاره بتاعتك دي زيزو يا ابني؟ ده انت فشر، ده انت محامي تحت التمرين والله. ربنا يخليك يا ريس، انا مزيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركه الله. الف مبروك. مبروك عليك يا ريس. مبروك عليك يا زيزو يا ابني. ربنا يبارك لك. الله يخليك. ربنا يخليك يا عم الحاج. انا سعيد بيك وفرحان بيكم كلكم. ربنا يخليك. هات لنا شويه بقى حاجه حلوه كده، وصينيه بسبوسه، وبقد الحاج اللي هنذبح النهارده احنا بقى. اديله نصيبه. ربنا يبارك لك عشان دي راجل البركه. حاجه ساعه كمان يا شبر. يا ناصر، يا ناصر، مفيش فخفخين. بسبوسه وحاجه ساعه هنا. هات فخفخينا الانور. واربعه فخفخينا. ها يلا عتا، شد حيلك يا عم، مش هنفضل طول الليل وانا هديله شيل في الكارت الجديد دول. بالراحه بالراحه بالراحه، على مهلك. ما تزنقش الحاجه ببعضها. الو، على مهل. موجود جنديل. ايوه معلم سرشاب على التليفون. ايوه يا حاج. الحمد لله. انا واقف اهو وشايف المحل من هنا، واليافطه اهي قدامي. والحاج رمضان لسه داخل عنده. الله، طب انت ايه اللي مزعلك؟ هو شارع ابونا؟ ما تسيبه ياكل عز اخواته يا اخي. هاي ماشي يا سيدي، انا موجود. رحمه امي يا شرشابي، لا اجيبك على اسنانك ما دام خنت لقمه العيش والملح اللي بينا. مساء الفل يا عموم. مساء الفل يا حبيبي. ايه سمعت النهارده ان في فرح بنتك ولا دي اشاعه؟ لا لا حقيقي. الله، امال فين الجو بتاع اضواء المدينه على مؤاخذه، يعني الرقصات واحبال النور والافراح و... كله هيحصل، بس اصل انا هعمله في الشارع، فمش عايز دلوقتي ان انا اقفل المحلات دي كلها. يا سيدي تقفل المحلات وانت شويه يا حاج قنديل لما نقفل اليوم عشانك. سخانات دي ولا ايه؟ سخانات غاز معتبر. وجايبها منين دي؟ يا من عند اخويا جوتنبرج، بعتها لي من المانيا. ابويا كان متجوز واحده المانيه. عليا النعمه، اخوك ده مزاجه عالي قوي. ما تديني كام حته الف فيهم عيش؟ كام حته؟ ببيع بسبوس انا. يلا يا حبيبي عشان مش طايق نفسي. يلا يلا ماشي. يلا سلمني على جوتنبرج اللي عايش في المانيا. طب يا حبيبي، يبقى دمي خفيف يا لطيف. الله، امال فين بكري؟ هو مشي ولا ايه؟ اكيد زهق ومشي، احنا برضه اتاخرنا عليه يا زيزو. طب ايه العباره طيب؟ هو مش الامور ماشيه تمام؟ لا يا سيدي، لما شافنا بناخد كميات بمبالغ بدا يسوق العوا. الله، هو احنا اللي جواه ولا هو اللي جوانا؟
احنا خدنا منه العملية بتاع المكاوي البخار صح؟ جبرت والحمد لله. كم مكسبنا يا سيدي؟ 28%. هو بصراحة ربنا هي دي اللي زبطت معانا، وجبنا العربية والمحل والراجل كان زي الفل وما تأخرش. الحمد لله. اهو قالها لك اهو يا عم انور. اهلا، ازيك يا حاج بكري؟ وحشني والله. تسلم تسلم يا زيزو. انا عايزك بقى تحضر بيني وبين صاحبك، انتوا شاورتوا على السشوار الياباني وخدتوه بسعره تمام، ولزق في قفانا اكتر من 40 يوم وطلعنا منه بتضلين يا زيزو. ده ده بقى يا عم انور، الكلام اخد وعطى، وبعدين مره كده ومره كده. انت واخد فلوس الساعه الكاسيو وبقالك كام يوم؟ سبحان الله، ما انا قلت لك تعال استلم وانت قلت لا، ونزلت السوق تنقر وتدور على السعر اللي انا طلبته منك، وفي الاخر قلت لي هيمشي ولا مش هيمشي. اديك قلتها يعني ما اشتريتش. هو العباره بس يا جدعان ما تفهمونا. يا عم زيزو هو راح يسال، رجع لي قال لي السعر ما بياكلش معايا. قلت له خلاص يا حبيبي يومين كده واجهز لك فلوس. لا 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 لا، بما يرضي الله في ده مالكش حق يا حاج. انت عارف ان السيوله روح السوق، ولو ما واخذه يعني لما تبقى واخد مني قرش ومنمل عليه يبقى رجلك فوق رقبتي. يا عم زيزو ما اليومين عدوا خلاص وفلوسك جاهزه. يا عمنا انت خدت الفلوس عملت بيها مصلحه، المصلحه خلصت جاي ترجع الفلوس، حصل؟ ماشي. وايه بقى طيب؟ يبقى اللي يبقى ما بين الناس الطيبين اللي ما تنساش الخير لبعضيها. القرش اللي نفعك في المصلحه يرجع وما حسنته. أول مرة أسمعها دي. لا مش أول مرة، ده عرف السوق يابا. ما تهدى بقى يا عم أنور، ما تبقاش ضيق. الفلوس اللي عندك كام يا عمنا؟ 120,000. وانت يرضيك ترجعهم كام؟ انت عايز ايه بس يا زيزو؟ انت يرضيك كام؟ انا ان كان عليا ورحمه ابويا ولا دم يسيل زي النار دي، ما رضاش اخد منك فلوس من اساسه طالما دايره في مصلحه. عم الحاج الله يكرمك، انت كنت قلت له على سعر الكاسيو كام؟ انا قلت له ما عجبوش. يعني لو كان عجبه كان يبقى مصلحتنا فيها كام؟ انا حسبت 28,000 جنيه. خلاص يرجع الفلوس وعليهم نص مكسبنا. خلاص بقى انور، انا هرجع له فلوسه وفيهم خمس بواكي تقريبا ليا. بس هو في بين الاخوات ادب برضك؟ شفت المحل الجديد بتاعي؟ مبروك يا سيدي. عايزك بقى تشرفنا يا حاج استبريك بيك تشرب معايا الشاي. السلام عليكم. فلوس امتى يا بركه؟ يا سيدي يا سيدي حلمك شويه، ساعه ولا ساعتين وراجع. ايه ده؟ افردها بقى، غلطتنا ولميناها. غلطتنا فين؟ البوك على راس الميت يا حبيبي. وقبل ما تطلع جنيه لازم تعرف زبونك ومكسبك كمان. احنا النهارده في مصلحه الساعه، يبقى كده حطينا العربه قدام الحصان. لو ده اللي انت عملته في مصلحه المحل بتاعي، حطيت العربه بعيد قوي عن الحصان. ليه بقى يا اخويا؟ واخد المحل تمليك بس بعد سنه، ما تدفع فوري وتخلص فلوسك في جيبك. لا، فلوس المحل دي يا حبيبي لو دورتها في السوق على مدار سنه تنزل سعر المحل للنص، وكله بتسهيل ربنا. الله اكبر عليك، مش عارف انا اجري ورا دماغك دي ازاي. ابعت بقى لنا اتنين فخفخينه. فخفخينه؟ لو حد شافنا بنشرب فخفخينه يا زيزو هنتنظر. خليهم اتنين شايف الخمسينه. خليها على الله. ايش لا شطاره ولا خفيه يد، ربك بيلهم عبيده. ازيك يا عم ايمن؟ انت قاعد هنا يا عم وسايب ده؟ كنت هنشف في الورشه بتاعتك. مالك ياض وشك اصفر كده ليه؟ يا عم كنت هكهرب، كنت هموت، كل ما ادوس على الزرار كهربني. يخرب بيت امك، اوعى تكون حرقت الموتور. انت خاف على الموتور ومش خاف على الطور اللي كان هيموت. يلا قدام ما نشوف حبيبت ايه. اهو يا عم كل ما اجي ادوس على الزرار تكهربني عشان حمار. هو في كهرباء بتكهرب يا غشيم؟ الله يرحمك يابا. طب ده انا ابويا كان بيمسك فرتتين التلاته فاس بايديه كده، تحط المفك على جسمه ينور. وبعدين ابقى شكرا الدور بشريط لحام عشان ما يلمس مع البودي. عايز تكهرب الزباين؟ اتفضل معايا يا اخويا على السبوره. يا دي السبوره، يا اللي اتحرمتوا من التعليم، الفرصه لسه قدامكم. ده ايه؟ ايه؟ قايل لك المره اللي فاتت ده ايه؟ البطور. شايف الفرده دي؟ فيها سلكين اسود. طالعين كل واحد على فلوس في البوكس ده. الفرده دي بقى بتغذي الفيشه. طالع منها فردتين، واحده اخضر وواحده ازرق. كل واحده على فيوزه. ركز معايا. اهو. بيتجمعوا هنا زي فتح يا ورده وقفل يا ورده. الله يرحمك يابا. الزرار ده بقى بيقفل الدايره، اول ما تدوس عليه الكهرباء توصل للموتور والغساله تشتغل على طول، فهمت؟ يا عم توزيع المخدرات اسهل من توزيع الكهرباء بتاعتك دي. المخدرات دي اللي لحس الدماغ امك.
عشان كده عمرك ما هتبقى صنايعي، هتفضل كده صبي طول عمرك. وبعدين لسه مش قايلك تحط زفت شويه تحت العمامه دي؟ هنبيعها ازاي دلوقتي متجرحه؟ مش هتقول الله يرحمك يابا؟ بطل يا مضى. اه اتفضل اقفل. مساء الخير يا اسطى. مساء الفل يا ست الكل. ايه ده؟ مش هي دي زحمه الغساله يا اسطى؟ توكل انت على الله حبيبي على زمايلك هناك، اعمل اي مصلحه بال ما اجيلك. طب شكرت لك الفيشه دي. طيب ما يلا يالا. طب مش هنقفل الدايره يا واد؟ بيقول لك اتنيل امشي، يلا الحق اوصل قبل ما تخلص. عمري يا ابو سناء، في حاجه بايظه عايزين اصلحها لك؟ وحشتني يا زيزو، قلت اجي اقول لك وحشتني. ما قلنا مش هنا يا سناء. اعمل لك ايه؟ ابويا واقف لي زي النهار في الشارع، عايز ابارك لك على المحل. الله يبارك فيك يا ست، خطوه عزيزه يا ست. ها يا واد على طول جزز مني كده، مش كده بالراحه. بنت قنديل النهارده فرح، هروح اقوم بالواجب خمس دقايق كده واجي اخطفك. ايه؟ لا بقول لك ايه، اصل عندي مفاجاه ليك عايزه اجيبها واوريها لك. توريني ايه بس يا سناء يعني؟ يا واد هوريك في الخن، مش معقول كده خمس دقايق في الفرح وحاجه اخطفك. سمعت انك ركبت تليفون جديد في المحل، رقمه كام؟ لسه ما اشتغلش يا ستي، بامر الله لما اوصله الحراره اجيب خطها تكتب الارقام على المحل. طيب هعدي عليك وانا بعد الفرح كده. مبروك العربيه الجديده. الجديده